بسم الله الرحمن الرحيم. تفتتح الجلسة وتتلى أسماء الأعضاء ثم أسماء المعتذرين عن جلسة اليوم ثم أسماء القائمين عن الجلسة الماضية دون إذننا واختار. أحمد حمود الصباح غير موجود. أحمد عبد العزيز السعدون حاضر. أحمد عبد المحسن المليفي حاضر. دكتور أسيل عبد الرحمن العوضي حاضر. الصيفي مبارك الصيفي حاضر. الدكتور أماني خالد برسلي غير موجودة. جابر مبارك الصباح حاضر. جاسم محمد الخرافي حاضر. دكتور جمعان ظاهر الحربش غير موجود. دكتور حسن عبد الله جوهر غير موجود. حسين مزيد ديحاني حاضر. حسين ناصر الحريتي حاضر. خالد سالم عدوة غير موجود. خالد سلطان بن عيسى حاضر. خالد مشعان طاحوس غير موجود. خلف دميثير العنزي غير موجود. إدليهي سعد الهاجري غير موجود. روضان عبد العزيز الروضان غير موجود. الدكتور رولا عبد الله دشتي حاضرة. سالم ثيب لذينة غير موجود. سالم نملان العازمي حاضر. سامي عبد لطيف النصف حاضر. سعد زنيفر العازمي حاضر. سعد علي الرشيدي حاضر. سعدون حماد العتيبي غير موجود. دكتورة سلوى عبد الله الجسار غير موجودة. شعيب شباب المويزري غير موجود. صالح أحمد عاشور حاضر. صالح محمد الملة غير موجود. دكتور ضيف الله فضيل برمية حاضر. عادل عبد العزيز الصرعاوي حاضر. عبد الرحمن فهد العنجري غير موجود. عبد الله يوسف الرومي حاضر. عدنان إبراهيم المطوع حاضر. عدنان سيد عبد الصمد غير موجود. علي سالم الدغباسي غير موجود. دكتور علي صالح العمير حاضر. علي فهد الراشد حاضر. غانم علي الميع غير موجود. دكتور فاضل صفر علي غير موجود. فلاح مطلق الصواغ غير موجود. فيصل سعود دويسان حاضر. دكتور فيصل علي المسلم غير موجود. مبارك محمد الوعلان حاضر. محمد براك المطير غير موجود. دكتور محمد صباح السالم حاضر. محمد عباس النومس حاضر. دكتور محمد محسن البصيري حاضر. دكتور محمد محسن العفاسي غير موجود. دكتور محمد هادي الحويلة غير موجود. محمد هايف المطيري غير موجود. سعد مخلد راشد العازم خالد ما عندي غير موجود. مرزوق علي الغانم غير موجود. مسلم محمد البراك حاضر. مصطفى جاسم الشمالي حاضر. الدكتورة معصومة صالح المبارك حاضرة. ناجي عبد الله العبد الهادي حاضر. ناصر محمد الأحمد الصباح حاضر. دكتور هلال مساعد الساير حاضر. دكتور دكتور وليد مساعد طبطبائي غير موجود. أحمد حمود الصباح حاضر. الدكتور أماني خالد برسلي حاضرة. الدكتور فاضل صفر علي حاضر. أسماء السادة الأعضاء المعتذرين عن عدم حضور جلسة يوم الأربعاء الموافق 22/6/2011. حسين علي القلاف مبارك بنية الخرينج. جلستنا اليوم هي امتداد لجلسة يوم الثلاثاء 7/6/2011 الخاصة لمناقشة الميزانيات، حيث أنهى المجلس بالأمس مناقشة الميزانية العامة لبعض المؤسسات المستقلة والميزانية العامة لبنك الكويت المركزي، وأنهى كذلك تثبيت تلاوة المواد الخاصة بالميزانيات المشار إليها، ثم تمت تلاوة مواد القوانين وأجلت التصويت عليها لحين اكتمال النصاب. واليوم نستكمل ما انتهى عليه المجلس، وسنبدأ بالتصويت على الميزانية العامة لبعض مؤسسات الدولة. هل يوافق المجلس على القانون مشروع قانون بربط ميزانية بعض المؤسسات المستقلة السنة المالية من حيث المبدأ؟ موافقة. هل يوافق المجلس على تقدير الإيرادات؟ لقد تمت تلاوة هذه الإيرادات والمصروفات. موافقة. هل يوافق المجلس على تقدير مصروفات باب المرتبات؟ موافقة. هل يوافق المجلس على تقدير باب المصروفات العامة؟ موافقة. هل يوافق المجلس على تقدير باب المصروفات التشغيلية؟ موافقة. هل يوافق المجلس على تقدير باب التجهيزات والمعدات؟ موافقة. هل يوافق المجلس على تقدير باب المصروفات الرأسمالية؟ موافقة. هل يوافق المجلس على تقدير باب الإنشاءات؟
موافقة، هل يوافق المجلس على تقدير الإعانات السنوية لبيت الزكاة؟ موافقة، هل يوافق المجلس على تقدير زيادة الإيرادات عن المصروفات؟ موافقة، هل يوافق المجلس على المادة الأولى اللي سبق أن تليت وكذلك المواد الأخرى تم تلاوتها؟ موافقة، هل يوافق المجلس على المادة الثانية؟ موافقة، هل يوافق المجلس على المادة الثالثة؟ موافقة، هل يوافق المجلس على المادة الرابعة؟ موافقة، هل يوافق المجلس على المادة الخامسة؟ موافقة، تصويت نداء بالاسم على مشروع القانون بربط ميزانية بعض المؤسسات المستقلة للسنة المالية. ناقص واحد باقي بس. ما في نص. عادل الصرعاوي عديت عادل. عبد العزيز. نداء بالاسم. أحمد حمود الصباح موافق. أحمد عبد العزيز سعدون غير موجود. أحمد عبد المحسن المليفي موافق. الدكتور أسيل عبد الرحمن العوضي غير موافقة. الصيفي مبارك الصيفي غير موافق. الدكتور أماني خالد برسلي موافقة. جابر مبارك الصباح موافق. دكتور جمعان ظاهر الحربش غير موجود. دكتور حسن عبد الله جوهر غير موجود. حسين مزي الديحاني موافق. حسين ناصر الحريتي موافق. خالد سالم عدوة غير موجود. خالد سلطان بن عيسى غير موافق. خالد مشعان طاحوس غير موجود. خلف دميثير العنزي غير موجود. دليهي سعد الهاجري غير موجود. روضان عبد العزيز الروضان غير موجود. الدكتور رولا عبد الله دشتي موافقة. سالم ثيب لذينة غير موجود. سالم نملان العازمي غير موافق. سامي عبد اللطيف النصف موافق. سعد زنيفر العازمي موافق. سعد علي الرشيدي موافق. سعدون حماد العتيبي غير موجود. سعدون حماد العتيبي موافق. دكتورة سلوى عبد الله الجسار غير موجودة. شعيب شباب المويزري غير موجود. صالح أحمد عاشور موافق. صالح محمد الملة غير موجود. دكتور ضيف الله فضيل برمية غير موافق. عادل عبد العزيز الصرعاوي غير موافق. عبد الرحمن فهد العنجري غير موجود. عبد الله يوسف الرومي موافق. عدنان إبراهيم المطوع موافق. عدنان سيد عبد الصمد غير موجود. علي سالم الدغباسي غير موجود. دكتور علي صالح العمير موافق. علي فهد الراشد موافق. غانم علي الميع غير موجود. دكتور فاضل صفر علي موافق. فلاح مطلق الصواق غير موجود. فيصل سعود دويسان موافق. دكتور فيصل علي المسلم غير موجود. مبارك محمد الوعلان غير موافق. محمد براك المطير غير موجود. دكتور محمد صباح السالم موافق. محمد عباس النومس موافق. دكتور محمد محسن البصيري موافق. دكتور محمد محسن العفاسي غير موجود. دكتور محمد هادي الحويلة غير موجود. محمد هايف المطيري غير موجود. مخلد راشد العازمي غير موجود. مرزوق علي الغانم موافق. مسلم محمد البراك غير موافق. مصطفى جاسم الشمالي موافق. دكتورة معصومة صالح المبارك غير موافقة. ناجي عبد الله العبد الهادي غير موافق. ناصر محمد الأحمد الصباح موافق. دكتور هلال مساعد الساير موافق. دكتور وليد مساعد طبطبائي غير موجود. جاسم محمد الخرافي موافق. الحضور 36 موافقة 26 عدم موافقة 10 موافقة وإحالة الحكومة. هل يوافق المجلس على التوصيات الواردة في التقرير؟ موافقة.
التقرير الخاص بربط ميزانية بنك الكويت المركزي السنة المالية 2011-2012، هل يوافق المجلس على مشروع القانون بربط ميزانية بنك الكويت بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2011-2012 من حيث المبدأ؟ موافقة. هل يوافق المجلس على تقدير الإيرادات؟ موافقة. هل يوافق المجلس على تقدير المصروفات الباب الأول؟ هل موافقة. هل يوافق المجلس على تقدير مصروفات الباب الثاني؟ موافقة. هل يوافق المجلس على تقدير مصروفات الباب الثالث؟ موافقة. هل يوافق المجلس على تقدير زيادة المصروفات على الإيرادات؟ موافقة. مبارك، رجاء ما عندي نصاب. يفقدون النصاب عشان هم متعمدين يبون يفقدون النصاب فقد النصاب خلاص. رولة عديت رولة 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 عديت بس مسلم ما عديت موجود موجود إثارة فضة فضة ها؟ لا ما بشيء. ايش كثر ناقصين؟ هل يوافق المجلس على المادة الثانية؟ موافقة. هل يوافق المجلس على المادة الثالثة؟ موافقة. هل يوافق المجلس على المادة الرابعة؟ موافقة. تصويت نداء بالاسم على مشروع القانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي السنة المالية 2011-2012. أحمد حمود الصباح موافق. أحمد عبد العزيز السعدون غير موجود. أحمد عبد المحسن المليفي موافق. الدكتور أسيل عبد الرحمن العوضي موافقة. الصيفي مبارك الصيفي غير موجود. الدكتور أماني خالد برسلي موافقة. جابر مبارك الصباح موافق. الدكتور جمعان ظاهر الحربش غير موجود. الدكتور حسن عبد الله جوهر غير موجود. حسين مزي الديحاني غير موافق. حسين ناصر الحريتي موافق. خالد سالم عدوة غير موجود. خالد سلطان بن عيسى موافق. خالد مشعان طاحوس غير موجود. خلف دميثير العنزي غير موجود. دليهي سعد الهاجري غير موجود. روضان عبد العزيز الروضان غير موجود. دكتور رولا عبد الله دشتي موافقة. سالم ثيب لدينا موافق. سالم نملان العازمي غير موجود. سامي عبد اللطيف النصف موافق. سعد زنيفر العازمي موافق. سعد علي الرشيدي موافق. سعدون حماد العتيبي موافق. شعيب شباب المويزري غير موجود. صالح أحمد عاشور موافق. صالح محمد الملة غير موجود. دكتور ضيف الله فضيل برمية غير موافق. عادل عبد العزيز صرعاوي غير موافق. عبد الرحمن فهد العنجري غير موجود. عبد الله يوسف الرومي موافق. عدنان إبراهيم المطوع موافق. عدنان سيد عبد الصمد غير موجود. علي سالم الدغباسي غير موجود. دكتور علي صالح العمير موافق. علي فهد الراشد موافق. غانم علي الميع غير موجود. دكتور فاضل صفر علي موافق. فلاح مطلق الصواب غير موجود. فيصل سعود دويسان موافق. دكتور فيصل علي المسلم غير موجود. مبارك محمد الوعلان غير موجود. محمد براك المطير غير موجود. دكتور محمد صباح السالم موافق. محمد عباس النومس موافق. دكتور محمد محسن العفاسي البصيري
موافق. دكتور محمد محسن العفاسي موافق. دكتور محمد هادي الحويلة غير موجود. محمد هايف المطيري، محمد هايف المطيري، مخلد راشد العازمي غير موجود. مرزوق علي الغانم موافق. مسلم محمد البراك غير موجود. مصطفى جاسم الشمالي موافق. دكتورة معصومة صالح المبارك موافقة. ناجي عبد الله العبد الهادي موافق. ناصر محمد الأحمد الصباح موافق. دكتور هلال مساعد الساير موافق. الدكتور وليد مساعد طبطبائي غير موجود. عبد الرحمن العنجري موافق. جاسم محمد الخرافي موافق. الحضور 35، موافقة 32، عدم موافقة 3، موافقة إحالة الحكومة. هناك هل يوافق المجلس على التوصيتين الواردتين في التقرير؟ موافقة. ملاحظة عابرة، لما يكون أحد يتعمد تأخير الجلسة حلال، لما اتهام الحكومة حرام. البند التالي ثلاثة التقرير الثالث عشر لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانية بعض الهيئات الملحقة للسنة المالية 2011-2012. تفضلون الأخوان ممثلي الحكومة في موافقة مسبقة. مقرر اللجنة، تبدأ المناقشة ولدي مسجلين. المدة 3 ساعات و10 دقائق لكل متكلم. تفضل عادل صرعاوي بتتكلم ولا مكتفي؟ عدنان المطوع تفضل. شكرا سعادة الرئيس، واشكر اللجنة الميزانيات على جهودها المبذولة والواضحة في اعداد الميزانيات بهذا الوقت القصير. سعادة الرئيس، اليوم احنا نناقش مجموعة من الميزانيات. انا يهمني بالموضوع موضوع جامعة الكويت والتطبيقي. سعادة الرئيس، يعني الملاحظ ان مجموع عدد المشاريع الموكلة الى جامعة الكويت 44 مشروع ب 227 مليون دينار، يعادل تقريبا 50% من ميزانية الجامعة. كذلك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 57 مشروع بقيمة 65 مليون، كذلك يعادل 50% من ميزانية التطبيقي. المبالغ هذه مجموع المشاريع صراحة 44 مشروع و57 مشروع، تقريبا 100 مشروع، يعني هذه المشاريع وبهالقيمة اللي تعادل 300 مليون دينار تقريبا، يعني موكلة إلى وزارة التربية والتعليم، وهي يعني المفروض يكون متخصصة بما يخص أعمال التربية والتعليم، يعني تعليم الطلبة. جامعة الكويت بحاجة إلى أن تركز جهودها على التعليم وكيفية مخرجات التعليم. هذا 100 مشروع وبقيمة 300 مليون، التصور المفروض يكون جهة أخرى يناط فيها هذا العمل. وأنا أدري أن مجموع المشاريع كذلك اللي موجودة عند وزارة الأشغال ترفض أنها تأخذ مزيد من المشاريع، فلهذا السبب أنا أقول المفروض يكون هذه المشاريع تتولاها هيئة مستقلة. يعني المفروض الهيئة التنمية يعني التنمية
المفروض يكون عندهم جهة مختصة بأن تدير مشاريع بهذا الحجم وبهذا الكم الهائل. احنا بحاجة إلى مساعدات جهة أجنبية، يعني جهة تكون قادرة على إدارة مشاريع ويكون يعني متخصصة، لأن هذه المشاريع لها جهات متخصصة، خاصة إذا أنا ألاحظ أن الملاحظات اللي وضعت على 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 هذا الموضوع من ديوان المحاسبة، التوصيات حسب من جامعة الكويت أن يراعى عند قبول حملة الدكتور اللي يتكلم عن المشاريع، يقول إلزام كافة المكاتب الاستشارية التابعة لمختلف الكليات بالجامعة بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لإجراءات التعاقد مع الجهات المختلفة الحكومية والغير الحكومية بما فيها لجنة المناقصات المركزية ولجنة البيوت الاستشارية وديوان المحاسبة وغيرها من الجهات المختصة. يعني اكو اختصاص يعني متعارف عليه هندسيا، ووزارة الأشغال قد تكون تعرف هالأشياء، هذه البلدية الكويت قد تعرف هذه، بس ان نوكل هذا الحجم لجهات مختلفة، احنا اللي عرفته يعني مو جهة واحدة بعد، الكليات يعني كل جهة تقدر تدير مشاريعها بروحها. لما يقول عن الجهات فجهات مختلفة، وأكيد عن المهندسين والرقابة اللي موجودة عندها راح تكون بالتواضع أو بقلة العدد وقلة الخبرة، مما يؤدي بالنهاية مثل ما احنا نشوف الإشدادية، يعني الإشدادية صار لها سنوات وهي حفرة أو إنها سور، فالمفروض يعني هذا الكم وهذه المبالغ تكون عند جهات قادرة على إدارة مجموعة كبيرة. اليوم كثير من المكاتب الاستشارية، نتكلم عن القطاع الخاص، كثير من المكاتب الاستشارية بحاجة إلى عمل، إلا أن هذه الأعمال مع الأسف تروح إلى جهة واحدة أو جهات محدودة، وبالنهاية لا توزع على المكاتب الاستشارية، مما يخلق أزمة مالية كذلك حتى المكاتب. إذا احنا نقول نتكلم عن إنعاش السوق المحلي، هذه 300 مليون ممكن أنها تحرك مكاتب استشارية، تحرك جهات مقاولات، تكون مواصفات المواد الموضوعة، تحرك السوق المحلي بالمواد الصناعية، كلها يعني أشياء يجب أن ترتبط فيما بينها. إذا نترك كل جهة تعمل باستغلاليتها وكيفية ما ترى، ونرى أن هناك ملاحظات من ديوان المحاسبة وأكو قصور بترسية هذه المناقصات، بالنهاية احنا نقول أن هذا الموضوع لم يستفاد منه الاستفادة الصحيحة، لم يوزع التوزيع السليم على المكاتب الاستشارية والقطاع الخاص، بالنهاية احنا نقول أن الجهة هذه غير قادرة على إدارة هذا الكم الهائل من المشاريع وبهذا الحجم، وأكيد أنها هي كما حصل مع الإشدادية لن تنهي هذه المشاريع بالوقت المناسب كذلك، مما يؤدي بالنهاية أن الخطة لن تنفذ، وهذه يعني راح تنقل المشاريع إلى سنوات وتراكم هذه المبالغ وتنقل المشاريع إلى سنوات أخرى، بالنهاية احنا نشوف أن الخطة لن تنفذ من قبل وزارة التربية إذا لم تأخذ الإجراءات السليمة بأن نتفادى هذه الملاحظات. كذلك ملاحظات المقدمة والتوصيات أن يراعى، يعني هذا شيء ثاني، موضوع ثاني اللي هو موضوع التوظيف في الجهتين كذلك جامعة الكويت والتطبيقي، أن يراعى عند قبول حملة الدكتوراه، أن يراعى عند قبول حملة الدكتوراه للعمل بالجامعة تحقيق مبدأ العدالة والتحقيق والتحقق من الشهادات المقدمة وتطبيق اللوائح الجامعية المنظمة لذلك، بما يساعد على رفع مستوى خريجين الجامعة. سعادة الرئيس، يعني هذه احنا كنواب نستقبل كثير من الشكاوي من المتقدمين للعمل، ونفاجئ ان التمايز في القبول بسبب تشكيل لجان استشارية غير متخصصة، او انها تشكل احزاب وتجمعات سياسية كويتية، مع الاسف انها لا تنصف ولا تقوم بالعدالة والمساواة ولا تعطي الحقوق للمتقدمين، ومن ثم نرى أن الشكاوي تذهب ترجع يا أما للنواب أو ترجع إلى الوزير، ويعني وترظل في المداولات وتشكيل لجان ومجموعة لجان ويلعبون هذه الطريقة، يعني دائما تشكيل لجان، إلا أن اللجان هم كذلك تحابي وتتوصى في ناس وتترك ناس. فأنا أقول سعادة الوزير حق أنس رشيد أو أنس بو أنس أحمد المليفي أوصي الوزير الجديد أن يعني يحرص، إحنا الحين قادمين على توظيف وقادمين على مجموعة من الدكاترة راح يتقدمون،
وأرجو أن توصيات ديوان المحاسبة بأن تراعى الشهادات والنسب كذلك، وأن تكون اللجان منصفة ومحايدة حتى يكون القبول على جميع شرائح الكويت بدون تمايز وبدون أن يكون هناك في كتل سياسية تتحكم في وزارة التربية. وضع القواعد والنظم لمنح التفرغ العلمي والكفيلة بالنهوض بالجانب الأكاديمي والعلمي، كذلك احنا رأينا أن أكثر من دكتور يأخذ أكثر من مرة تفرغ علمي، يعني إذا هو يأخذ أكثر من مرة سنتين ورا سنتين ثلاث مرات مع تغيير المناصب، أكو دكاترة يأخذون تفرغ علمي لأكثر من مرة، وهذا يعني يعتبر تسيب بالهيكل التعليمي، وكذلك يعني عدم الاستفادة من هذه الدكاترة بتفرغهم العلمي، وعدم المحاسبة بالنهاية لما يرجعون ماكو أحد من يحاسبهم شنو الدراسات والبحوث اللي قاموا فيها، مما يعني أن هذه البحوث والدراسات وهذا التفرغ العلمي هو استغلال، وكذلك هي بس مجرد أنه حتى يستفيد من الراتبين، راتب التفرغ وراتب الوظيفة. فبالنهاية احنا نبي محاسبة للتفرغ العلمي، ونبي اختيار اللي احنا نبيه يعني بالنوعية وليس بالكمية، وكذلك بأن يكون الكل اللي يستحق هذا التفرغ العلمي أن يأخذه، ولا أنه يكون محصور على مجموعة دون الأخرى. فأرجو أن يكون هذه الملاحظة كذلك موجودة عند سعادة الوزير. يعني أنا أبي أتكلم كذلك عن هيئات أخرى صراحة، يعني لو أن الوقت يسعفني ودي أني أتكلم عن ما يخص البيئة صراحة في موضوع هيئة البيئة. كذلك رأينا أن التوظيف اللي حصل كان غير مطابق للوصف الوظيفي لمدير الهيئة العامة للبيئة، مما أدى إلى رفع قضايا، وبالنهاية الوظيفة لم تكن مؤهلة للشخص نفسه، تسبب في عرقلة العمل، تسبب في خروج كثير من الموظفين، تسبب كذلك في لخبطة الجهود الإدارية اللي داخل هيئة البيئة، وهذا يعني يتطلب أن يعني نحط تركيز على من يتم اختياره في كل الهيئات أن يكون مطابق للمواصفات، يكون عنده المؤهلات العلمية اللي تسمح له أن يدير هيئات ومطلوب من عندها يعني إنتاج، ومطلوب من عندها أعمال تخص التخصص نفسه، سواء كان بيئة أو أبحاث علمية أو يكون في مكانات يعني طبعا نفتخر لها ونحتاج لها، لأن هذه الوظائف بالنهاية تعود بالفائدة على الكويت، وعلى أن يكون الإدارة تعطي إنتاجية وتحل مشاكل قائمة، بدل أنها يعني تكون تخربط وتكون تعمل بالمحسوبيات، وهذا ما حصل. شكرا عدنان. تفضل اخ عادل. شكرا اخ الرئيس. الشكر موصول للاخ يوم اخ عدنان مطوع على ما ابدا من ملاحظات، وانا اؤكد على اهميه قضيه رئيسيه، واتمنى الان بوجود الحكومه كلهم قبل لا يعني يتركوننا القاعه بوزير واحد. موضوع المشاريع الانشائيه وتنفيذها، نعم الدوله تواجه مشكله، كلام اللي تفضل فيه الأخ عدنان مطوع يعني أصاب في كبد الحقيقة. بعض الجهات الحكومية نسبة الإنجاز فيها ما تجاوز 5%، بعضها 10%، وإذا كان في أحسن الأحوال 50% ما هو مقدر في الميزانية. وأي مشروع إنشائي هو مصروف رأس مالي، والتأخير فيه سيكون في تأخير حتى على موضوع التنمية وغيرها. والسبب الرئيسي في ذلك أن في قرار لمجلس الوزراء ألزم كل مشاريع الدولة وكل الجهات الحكومية تنفذ مشاريعها عن طريق وزارة الأشغال على اعتبار الخبرة والدراية والشراء الجماعي، في حين بعض المؤسسات تعاني الكثير من تأخير هذه الإجراءات لأن هناك طاقة لوزارة الأشغال. طلع استثناء قالوا اللي فوق إلى حد 2,000,000، بعدين طلع استثناء قال إلى 5,000,000 بإمكانه يطلب إجراء. ولذلك تأكيدا لملاحظة أخوي عدنان، يوم الأحد القادم الساعة 10:30 صباحا لجنة الميزانية في مناقشتها الباب الرابع في ميزانية الدولة مستدعية وزارة الأشغال العامة للتباحث معها في علاج مثل هذه القضية. شكرا لك الرئيس. تفضل عدنان. اشكر مقرر اللجنه، بس انا يعني ملاحظتي ان المفروض يكون هناك في جهه
أكبر من وزارة الأشغال، لأن هم كذلك أنا أتكلم أن وزارة الأشغال كذلك مكدسة بالمشاريع. يعني مشروع الخطة 37 مليار 30% أو أكثر منه سوف يذهب بمشاريع الإنشائية، فبالنهاية يجب أن تفتح لجنة المناغصات. كذلك أنا أناشد إخواني في اللجنة المالية أن يستعجلوا في قانون لجنة المناغصات ويتم إقراره بأسرع وقت، لأن ما نرى من تعثر في بعض المشاريع وإعادتها للدراسة أو إعادتها لطرح المناقصة يعني قاعد يتسبب في كثير من التأخير بتوجيهها إلى ديوان المحاسبة أو إعادتها للطرح، وكثير من المشاريع تم خسارتها لنفس الأسباب لعدم الثقة فيما بين الجهات. فأرجو أن نركز، أنا أقول أركز وزارة يعني اللجنة المالية أن تنهي هذا الموضوع وأن تخرج بقانون جديد يشرفنا بأن يكون، لأن القانون السابق والقديم للجنة المناقصات مضى عليه أكثر من 50 سنة ويتكلم عن أقل الأسعار، وطبعاً أقل الأسعار لن تكون في نفس المواصفات المطلوبة. فأرجو أن يعني ننتهي من هذا الموضوع، وكذلك أن نجد حل لموضوع الوكالات، لأن ما يخص الوكالات هني بأن يكون هناك المتقدمين لهذه المشاريع ليس بكذلك بحجم المشاريع الجديدة التي يعني تفوق المليارات مثل جسر جابر ومستشفى جابر والطرق السريعة والمدن الجديدة وكثير من المشاريع طبعا جديدة على الكويت، ولم يكن هناك في خبرة، مما نحتاج إلى مكاتب استشارية لها الخبرة ولها الخبرة العالمية بأن تكون أنجزت مجموعة من المشاريع على الأقل عن 5 أو 6 مشاريع أو 10 مشاريع بنفس الجودة وبنفس ما هو مطلوب بالمواصفات القادمية. شكرا. شكرا عدنان. السيد العضو عبد الله الرومي تنازل حق السيد العضو مبارك خرنج. تفضل مبارك. إيه تفضل. شكرا أخي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشكر أيضا موصول للأخ نائب الرئيس على تنازله لي الأخ عبدالله الرومي. أخي الرئيس، يعني هل يعقل 12 يعني من المؤسسة الدولة أن نناقشها في 10 دقائق؟ يعني لو قسمت 12 على 10 دقائق يصير أقل من دقيقة، إلا إذا كنا نبي يعني نسلقها سلق البيض، هذا موضوع ثاني. لكن على كل حال نبي نحاول نستطيع أن نعرج على بعض الهيئات. يمكن الأخ عدنان المطوع يعني فعلا وضع نقاط على الحروف في بعض المؤسسات. أنا ما راح أتكلم على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لأني يعني أعرف الأخ الوزير المعني لا حول له ولا قوة في هذه الهيئة، لأني سبق أني كلمته وأشوف يعني وجه النية والرايح، لكن راح أجل الموضوع إلى البحث في هذا الأمر إلى وقت آخر. لكن أشيد حقيقة في جهود ديوان المحاسبة، وألاحظ أن كثير من الإخوة النواب دائما يعرجون وينتقدون الوزراء في بعض ما يحصل من ملاحظات أو أخطاء أو تجاوزات، وهذا شيء طيب بلا شك. لكن السؤال يطرح نفسه أخي الرئيس، يعني أين أنتم من وزارة الأخرى؟ لماذا الانتقائية في هذه الجزئية؟ تنتقون وزارة معينة وتتركون وزارات أخرى فيها من التجاوزات حدث ولا حرج. أيضا أخي الرئيس، بعض الهيئات، وأنا أقول يا وزير التربية مرة أخرى، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للأسف أنها تمارس التمييز العنصري والطبقي من خلال التعيين على البطاقة المدنية، وهذا لا يجوز أخي الرئيس، وكنا نعاني هذا الشيء من مدراء سابقين. أنا لا أظلم الرجل الجديد الأخ النفيسي، لكن عانيت هذا الشيء من مدراء سابقين. إذا كان الديوان محاسبة، وأنا أسأل الأخ علي الراشد خليك معي الأخ علي، أنا أسأل علي الراشد ديوان الخدمة المدنية لما يرشح بعض الأسماء إلى الهيئات الأخرى، يفترض أن هذه الهيئة أو الوزارة تقبل هذا المواطن. ماذا يحصل أخي الرئيس؟ اللي يحصل بعض الهيئات
وبالذات تطبيقي أبو أنس يشوفون بطاقة مدنية شنو اسمه؟ إذا كان من فئة معينة لا يقبل، إذا كان فئة أخرى شو يقول للأخ المدير؟ لا اسمح لي ما عندي درجة. أي درجة؟ أصلاً ديوان الخدمة المدنية لا يمكن لا يمكن إرسال أو ترشيح أي مواطن إلا أولاً بناء على طلب الجهة اللي طالب التعيين، ثانياً أيضاً تؤمن له الدرجة. لكن يقول لي والله ما في درجات، اضطريت أني أكلم الأخ الزبن الله يذكره بخير، وقال بالفعل لا يمكن أني أرشح أي اسم إلا بناء على طلب الهيئة. ثانياً أنا أمنت له درجات، لكن الأخ أبو أنس ما يصير كل أبونا الحمد لله عيال تسعة، وكل أبونا يعني يعني إخوان، وبالتالي لا يجوز هذه التفرقة. أتمنى أخي الوزير أن تعالج هذه المشكلة، وأتمنى أن الأخ الدكتور عبد الرزاق النفيسي لا يقع فيما وقع فيه الإخوان اللي قبله بدون ما أذكر أسماء. طبعاً أشيد إخواني في مجلس الأمة على جهودهم، وأيضاً أنهم وضعوا سيستم معين في قضية يعني التعيينات. الحقيقة أخي الرئيس يعني هذا ما ودي أن أتكلم فيه، وأشكر أخي الرئيس. شكراً أخ مبارك. دكتورة معصومة المبارك، تفضل أخ وزير التربية. بسم الله الرحمن الرحيم. شكراً أخ الرئيس، والشكر موصول لأخونا الفاضل مبارك خرينج أبو فيصل على ملاحظاته. حقيقة أريد أن أؤكد بأنه يعني ما يتم التعامل فيه مع المواطنين هو كلهم مواطنين على قدم المساواة في الحقوق والواجبات، والدليل على ذلك عندما تذهب إلى الهيئة ستجد كل أطياف المجتمع الكويتي موجودة في الهيئة من موظفين ومسؤولين ومدرسين وطلبة، فكل أطياف المجتمع الكويتي موجودة في الهيئة، خاصة الهيئة بهذا الحجم الكبير، وتجدهم في كل مكان. ونحن لا نسمح كحكومة بأن يكون هناك تمييز بين المواطنين بأي شكل من الأشكال، والدليل على ذلك بأن قانون المشروع القانون اللي قدمناه لمجلسكم موقر وأقريناه في أول جلسة من جلسات مجلس الوزراء هو قانون الوحدة الوطنية، فيه مادة أساسية تحرم وتجرم التفرقة على أساس عنصري على أي شكل من أشكال العنصرية أو الطائفية أو القبلية. وهنا يعني أنا أحب أوضح لبعض الأخوة الذي انتقد هذا القانون ويعتقد بأنه قانون المرء والمسموع، لا أبدا، هذا القانون في مادته الأولى تجعل لكل مواطن عندما يشعر ويشعر بأن هناك من تجاوز عليه لأسباب لا تتعلق بما لديه من امتيازات وحقوق وواجبات، وإنما بسبب طائفي أو عنصري أو عرقي بأي شكل من الأشكال، وليس فقط المواطن وإنما حتى المقيم بهذا البلد يستطيع أن يرفع قضية مباشرة على هذا الشخص وليس على الوزارة. وهذه ميزة القانون اللي وضع المشروع القانون اللي وضعناه، ونتمنى من مجلسكم الموقر أن يحققه، لأنك نحن كحكومة ونحن كمواطنين ونحن كشعب نرفض التمييز بين فئات المجتمع الكويتي، لأننا كلنا كويتيين، وكلنا يعني لنا حقوقنا وعلينا واجباتنا بالتساوي إن شاء الله. وأنا أشكر يعني الأخ مبارك على يعني ما تفضل فيه، وجعل لي الفرصة بأن أوضح موقف الحكومة وموقف موقفنا من هذا الجانب، وشكرا أخ رئيس. تفضل مبارك. شكرا أخ الرئيس، وأنا أشكر معالي الوزير، لكن أنا أقول يا أبو أنس يعني أسمع كلامك يعجبني، نشوف أفعال الهيئة نتعجب، ونتمنى في عهدك يا أبو أنس يعني ما نعاني اللي كان موجود في الهيئة، أتمنى ذلك. القضية أخ الرئيس ما هي في تطبيق القوانين أبو أنس، أنت تدري هذا الشيء، ولا هي في تطبيق النصوص، وإنما في تطبيق النفوس، لأن النفوس بعض المسؤولين نفوسهم أخي الرئيس يحاولون يخلقون أعذار واهية، وهذا غير مقبول. أنا لا أتكلم فقط على هيئة معينة، قد يكون في هيئات أخرى، ولكن إذا كنا نناشد تطبيق القانون، أي قانون، قانون الوحدة الوطنية أو غيرها، فيجب على الجميع أن يحترم
القانون ويحترم أيضا الآخرين، ولا نعاني أن هناك يعني بعض الفئات كما ذكرت. لذلك أنا ما بأطيل، أتمنى أبو أنس ما أجيك مرة ثانية وأقول هناك معاناة، وهذه رسالة أيضا للأخ وزير الدولة وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء. هناك معاناة شديدة، معاناة شديدة من المواطنين في عدم قبولهم من تم ترشيحه من ديوان الخدمة المدنية، بل يتم رفضه من الجهات الأخرى ما لم يكن هذا الاسم مرضيا عليه. شكرا فرد. شكرا. تفضل دكتورة معصومة، بادلت ويا حسين الحريتي، فمضبوط اطلاق الرئيس. تفضل اخ حسين الحريتي. شكرا للاخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. بداية اشكر الدكتورة معصومة مع احتفاظها لدوري، وكذلك أشكر الإخوان في لجنة الميزانيات على هذا التقرير. وطبعاً لا شك اليوم عندنا 10 جهات مثل ما قالوا الإخوان، الوقت ما يكفي، لكن أنا بسلط الضوء على جهتين. بداية الهيئة العامة للشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. الأخ الرئيس، في تقرير لمنظمة الأغذية العالمية بأن هذا العام والعام القادم ستحدث، قد تصل الأمور إلى حد المجاعة في كثير من الدول، نتيجة لأمور مناخية، نتيجة لأيضا نقص في مصادر المياه سواء كانت جوفية أو غيرها. لكن في النهاية توصي هذه المنظمة بأن الدول عليها أن تتجه إلى توفير الدعم الكافي لتوفير المواد الغذائية بجميع أصنافها سواء كانت زراعية أو عزكم الله حيوانية أو بحرية. إحنا بالكويت أخ الرئيس، بادرت هيئة الزراعة بمشروع بتوزيع قسائم زراعية في بعض المناطق الحدودية، منها الآن العبدلي والوفرة، وهدف هذه المزارع بتوفير الثروة الحيوانية والزراعية. لكن للأسف الهيئة وضعت شروط. شنو هذه الإجراءات؟ توزيع قسائم زراعية بحدود 50,000 متر مربع بالعبدلي، لكن عملوا شروط، فعلا شروط صعبة. انت الهدف انك انت تجعل المواطن يشارك او اصحاب الشركات او المقتدرين يشاركون بعمل مشاريع الهدف منها توفير الامن الغذائي من خلال تربية الحيوانات او الزراعة. لكن شنو الشروط اللي حطوها؟ لازم يكون عندك شركة، والشركة هذه رأس مالها 500,000 دينار. اثنين، لازم يكون عندك في المزرعة هذه 800 رأس غنم. ثلاثة، لازم تحط مبلغ تأمين لا يقل عن 30,000 دينار. يعني أنا لو أروح السوق واشتري المزرعة، ها أحسن لي 800 رأس غنم مو أقل من 70,000 دينار، وحط عليها 30,000 دينار صارت 100,000، وحط عليها الشروط، ها اللي مالت الشركة لازم رأس مالها 500,000، أروح أشتري لي مزرعة ب100,000 ملك، هي مو ملك قصدي، يعني على الأقل في مجال إني أتصرف فيها، أبيعها استبدال. لكن إني أنا أخذ لي مزرعة وتشترطون عليها الشروط الصعبة هذه، من يجيكم؟ منو اللي عنده القدرة اليوم والبديل موجود؟ هذه هي ملاحظتي الأولى على هيئة الزراعة. الملاحظة الثانية أن أنا أقول اليوم
الاعلاف اسعارها مو سهله. لما تقول لي كيس الشعير دينارين 700 ما سويت شيء يا اخ جاسم. يفترض انه اذا كان والله الميزانيه ما تكفي، قول الميزانيه ما تكفي واحنا مستعدين كمجلس امه نوافق على الميزانيه هذه، لكن انه بالمبلغ هذا ما قدروا تكسبون الكويتيين اللي راحوا الى الدول المجاوره، لا زالوا هناك ولا زال سعر الخروف مو اقل من 70 دينار، ما سوينا شيء. هذا جانب. الجانب الاخر بالنسبه للصيادين، الثروه السمكيه اليوم في مشاكل عندهم قاعد يعانون منها، لا دعم، اجراءات الهيئه وملاحقتهم ايضا صعبه، وايضا الشؤون بعد حاطين عليهم لا عماله ولا غيره. شلون هؤلاء التجار او الكويتيين اصحاب الهوايه ان نشجعهم من خلال ملاحقتهم حتى في المياه اللي غير ممنوعه؟ فنرجو ان هذه المهنه او هذا الجانب انه ياخذ على الاقل منكم انتم العنايه وتوفير الدعم اللازم لهم حتى نشجعهم. فيما يتعلق بالاعلاف، اليوم الاعلاف وانا اقصد بالاعلاف الخضراء غاليه، يعني بعض الدول قاعد تدعم من يزرع الجت، احنا بالكويت ما في دعم من هالنوع هذا. لازم يحتاج المزارع اليوم الى دعم، اذا العراق قاعد يدعمون مزارعينهم، احنا مع انها ارض فيها ماي فيها تربه، لكن انت اليوم تحتاج انك انت حتى تؤمن نفسك غذائيا لازم تدعم ايضا حتى الاعلاف. في بعض الملاحظات وهو موضوع الزراعه التجميليه بالكويت، نشوف احنا بس ايام الربيع الورود عند الاشارات وغيرها، لكن بعدها ماكو. هذه الورود احنا قلنا اوكي الظروف المناخيه لها دور، لكن انتم كهيئه زراعه وكل يوم رايحين وفود وتجارب الدول، لازم في ورود على الاقل تتحمل الصيف. وبعدين احنا قاعد نشوف حتى بشهر 8 ولا شهر 7 هالايام نلاقي ان ما في عنايه، ما في صيانه، ما كله بنغلاديش واحد ها، وكل يوم احنا مارين على شارع الخليج هاد الماي ها وخرب سياراتنا، تونا غاسلينها الا مطشر علينا، ما ادري وين العامل، بس ما نشوف الا الماي في اماكن معينه، وتحس انه ما في متابعه لا منكم ولا من الجهه اللي تراقب هذا العمل. ان شاء الله عليك الغداء. الاخ الرئيس ايضا عندي ملاحظه فيما يتعلق بهيئه القصر، وانا اوجه كلامي للاخ عادل المقرر عادل الصرعاوي. التقرير الاخ عادل الصرعاوي، تقريرك اللي موجود واللي موزعينه بالنسبه لميزانيه هيئه شؤون القصر في شيء خطير. راي الاغلبيه، عفوا راي الاقليه، بني على اسباب تاليه: واحد، تعمد الادلاء وادلاء الاداره بمعلومات وبيانات غير صحيحه الهدف منها تضليل اللجنه. انا ابي منك جواب، شنو هذه المعلومات اللي تضللكم؟ اثنين، التحجج باحكام قضائيه لا تمت باي صله بشان الاحتياطيات في شؤون القصر، وايضا ابي منك الاجابه. ثلاثه، التضارب في الاجابات بين ما يرسل للجنه وبين ما تصل كاجابات على اسئلتكم البرلمانيه. هذه ملاحظات خطيره تتعلق باحكام قضائيه، تتعلق بتضليل لكم كلجنه ميزانيات، تتعلق بان اسئلتكم تبعثون اسئله لهذه الجهه وترد عليكم باجابات متضاربه، فما شفنا شنو هذه الاسباب يا ابو عبد العزيز، لان هذا شيء خطير واول مره نشوف الامر هذا. يعني هذه التهم تصل الى حد ان ممكن من يرتكب هذا الفعل ان يحول الى جهه تحقيق
أو إلى النيابة العامة. لما تقول لي يسترشد بأحكام قضائية وهي مو في محلها، يعني هذا هو قمة الاستهزاء في مجلس الأمة وخاصة لجنة الميزانيات. فأرجو منك الأخ عادل أن تبين أمام الشعب الكويتي وأمام ممثلين الأمة شنو هذه الملاحظات اللي أنتم أثبتوها بتقريركم. نحترم رأي الأغلبية، ولكن لا يمكن أن نقفل رأي الأقلية واللي ثبتوه. فشكرا الأخ الرئيس، وأنا ودي أستمع منه. شكرا أخ حسين، تفضل مقرر. شكرا أخ الرئيس، وشكر موصول للأخ الفاضل سيد العضو حسين الحريتي على ما أبدأ من الملاحظات. وأنا لعلي في البداية أستذكر العم سالم الحماد الله يذكره بالخير، كان حريص حقيقة على هاي العام الزراعة، وهو أول المزارعين حقيقة. فيما يتعلق في ملاحظات هاي العام الزراعة، هذا الموضوع أيضا كان ترى محل نقاش داخل اللجنة، وبالذات في ضوء تقارير ديوان المحاسبة وفق قرارات مجلس الوزراء. وإحنا أيضا في متابعة معاهم، ستكون في اجتماعات لاحقة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بالذات فيما يتعلق في سحب بعض الأراضي المستقلة في غير القرض اللي خصصت من أجله، وهذا حسب قرارات مجلس الوزراء، لكن هذا سيكون لها بحث ونقاش طويل. أيضا ناقشنا معهم إجراءات صرف الجديدة أو الاقتراحات أو الآلية الجديدة لعملية الصرف أو توزيع الأراضي أو الحيازات. الجانب الآخر فيما يتعلق في الهيئة العامة لشؤون القصر، ما ذكرته هو رأي الأقلية اللي تحفظت على الميزانية من واقع ما تلمسته أثناء نقاش الميزانية، من واقع الأسئلة اللي وجهت مباشرة إلى مدير عام الهيئة أو إدارة الهيئة، وما حصلنا عليه من معلومات. كانت هناك قناعة لدى الأقلية بأنها معلومات ما كانت في الاتجاه الصحيح، ولا كانت تؤدي الغرض اللي وجهت من أجل هذه الأسئلة، بل بالعكس كانت في بعضها إجابات متناقضة، ولذلك انبنى رأي الأقلية على ما هو وارد في التقرير اللي موجود أمامكم. شكرا أخ الرئيس. تفضل حسين، بس رجاء الاختصار إن شاء الله، عندي دقيقتين. شكرا أخ الرئيس، شكرا للأخ عادل. إذا قل كل الشاكر، وأقول الله يذكره بالخير سالم محمد، ولكن علينا أن نشكل لجنة للعناية بالزراعة. كانت قبل في أيام سالم محمد و2006 كان في لجنة تعتني بشؤون الزراعة، وإن شاء الله راح أردها. الأخ رئيس، أنا أعتقد أن الأخ عادل الصرعاوي ما جاوب على أسئلتي، لأنه قال شوف، كأنه قاعد يقول شوف التغرير اللي قدامك ما في أي ملاحظة، ولكن راح يعني بهذا الأمر ما أدري، يعني هل أنت يمكنك شنك مقتنع برأي الأغلبية؟ لكن اللي أقوله أنا أخ عادل، هذا الأمر لن يفوت علينا، ومع احترامي للأخ مدير عام هيئة القصر والقائمين على الهيئة وثقتنا فيهم، لكن هذه الملاحظة يجب أن تتضح الصورة منها. يا أما يعني طبعا ولا شك أن إحنا ندفع باتجاه أن يا أن يحال هذا الأمر ويتم التحقيق فيه في لجنة الميزانيات، أو نعمل لجنة تحقيق، لأن هذا الموضوع فيه يعني نوع يعني من الذم في هذه الهيئة والقائمة على هذه الهيئة، ونحن لا نقبل، خاصة وأن هذه الهيئة تعتني باليتامى. هذا جانب. والجانب الآخر، اليوم مجلس الأمة عليه الكثير من العمل، عليه أن يضع ويؤشر على مواطن الخلل ويعالجها. أما أني أنا والله أقول أنه والله قالت الأقلية هذا الرأي، بس أنت ما وضحت لي شنو الأحكام. لا يمكن أن الرجل يحضر اللجنة يقول لك والله هذا حكم، والإجراء هذا اللي مسويه يخالف هذا الحكم. فبالتالي أنتم عليكم أن تثبتون، مو بس بالطريقة هذه والله أنه في تضليل وغيره. فأرجو من شكرا. تفضل عادل، بس رجاء لا تطولوا. شكرا لأخ الرئيس. أخ الرئيس، لا أنا ما تهرب من الإجابات أخ حسين، سيد العضو حسين الحريتي، لكن أنا هني أمثل اللجنة، ما أمثل رأي الأقلية وأمثل رأي الأغلبية، أنا أمثل تقرير اللجنة،
وما ورد في تقرير اللجنة في رأي الأقلية، أنت قريته. يعني هل مطلوب مني الآن أنا أجيب لك الحكم وأقنعك فيه في رأي الأقلية؟ هذا رأي داخل اللجنة نوقش. تعمد الإدلاء بمعلومات وبيانات صحيحة، التحجج بأحكام قضائية لا تمت بصلة بشأن الاحتياطيات، التضارب في الإجابات، هذه قضية نوقشت بإسهاب داخل اللجنة ومن رأي الأقلية. فأنا الآن هني نعم الإجراء، أنت الآن وجه هذا الكلام كوزير الأخ وزير نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية العمل، هو الوزير المعني المشرف على هيئة القصر في التعاطي وتعامله مع مثل هذه الملاحظات، أو أن نقدم اقتراح للمجلس للتعامل مع مثل هذا الموضوع. أما أن والله إحنا يعني ما أجبنا ولا ما يعني أوضحنا النقطة، لا أعتقد أن أنا الآن أمثل رأي اللجنة بغض النظر عن موقفي ما هو موقفي داخل اللجنة. شكرا لأخ الرئيس. شكرا أخي المقرر، شكرا حسين الحريتي. الكلمة الآن للأخ الفاضل خالد السلطان، تفضل. شكرا أخ الرئيس. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخ الرئيس، أنا أتحدث عن ميزانيتين، الأولى مجلس الأمة والثانية هيئة الزراعة. فيما يتعلق مجلس الأمة، في الواقع إحنا في لما جاتنا قوانين مشاريع قوانين من حكومة في اللجنة المالية، أنا في يعني دراسة هذه المشاريع استعنت بمشاريع قوانين مماثلة أو قوانين مماثلة في دول متعددة، سواء في دول التعاون الخليجي أو الأردن أو حتى عمان، أمريكا، بريطانيا. اتضح لي في الواقع أن مستوى مشاريع القوانين اللي تقدمها الحكومة يعني مستوى جدا متدني مقارنة بما يحصل في هذه الدول، يعني اللي قريتها أنا مشاريع قوانينها. ولفت نظري ان دبي هذه الاماره الصغيره صياغه مشاريع او صياغه قوانينها يفوق بدرجه كبيره عن صياغه القوانين اللي عندنا في المجلس، وهذا في الواقع يعني عله موجوده في اداء الحكومه، اضافه الى ان احنا عندنا قصور في المجلس من وجود خبراء على مستوى يعني يساعد في جبر هذا النقص اللي نشوفه في اداء الحكومه. الأخ الرئيس، أيضا يعني عشان إحنا يعني أول شيء نبي من أمانة المجلس ومن المجلس إنه فعلا ينظر إلى هيكلة يعني جهاز المجلس بعين التركيز على رفع مستوى الأداء للمجلس ككل الأعضاء وللأمانة. يعني لما نشوف إحنا مثلا المجالس النيابية في الدول الثانية أجهزة عندهم، هل الأجهزة هذه في 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 يعني كافية لفعلا رفع أداء المجلس؟ فإحنا نأمل فعلا أن أول شيء يبذل جهود في إعادة هيكلة هذا الجانب بالذات من 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 يعني أجهزة الأمانة العامة، ويعني أيضا عشان نجبر إحنا هذا النقص إحنا قدمنا اقتراح لزيادة ميزانية مجلس الأمة 1,000,000 دينار تخصص للاستشارات والمكافآت الاستشارية. قاعد نجيب إحنا دكاترة عندنا في اللجنة المالية ويروحون بالبلوشي، ما يصير أنت تجيب ناس وتبيهم مخصصون وقت. لذلك أنا إحنا قدمنا اقتراح يعني لمحاولة يعني جبر هذا النقص اللي نشوفه في أجهزة المجلس وفي أيضا النقص اللي موجود الحكومة. هذا إحنا لا نملكه، الحكومة هي يعني تعالج مشكلتها. شيء ثاني الأخ الرئيس، أتكلم عن هيئة الزراعة، وأرجو من مدير الهيئة أن يتابعنا في هذا. أخ الرئيس، نائب الرئيس، نبي 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 مدير الهيئة شوي ما يصير أذانين. أنا أخ الرئيس أتذكر في أوائل الثمانينات الأخ الرئيس، الكويت كانت تصدر الألبان ومنتجاتها إلى المملكة العربية السعودية. تبنت المملكة خطة خمسية، خلال أقل من 5 سنوات وصل عدد الأبقار 35,000 في المملكة العربية السعودية. اليوم المملكة عندها أكبر منتج ومصنع للألبان في العالم
كوحدة واحدة بتقنية وأداء مميز. هذا اللي بيشتغل كذي يشتغل، إن بالطريقة اللي إحنا قاعد نمشي فيها أنا أقول قاعد ضيعون ميزانية وضيعون البلد فيها. إحنا بحاجة إذا فعلاً نطور هذه الصناعة وغيرها من الصناعات الغذائية أن يكون عندنا فعلاً برنامج يحقق نتائج، مو بالطريقة اللي إحنا ماشيين فيها. يعني أذكر مثلاً المملكة العربية السعودية كانت تعطي 80% من المشاريع تمويل بدون فوائد عشان مشاريع صناعة الألبان وغيرها، وإذا الشخص أنجز المشروع تملك الأرض. تصور بالطريقة هذه الآن نشوف المملكة العربية السعودية قاعد تصدر الخليج كله، وتصدر حتى في دول ثانية في 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 بحر الأبيض المتوسط. وبالتالي اللي بيشتغل كذي يشتغل، اللي بينمي بلاده هكذا ينمي البلاد. منظر بالطريقة هذه احنا ماشيين، أنا أقول لابد أن مدير الهيئة والفريق اللي معاه يحطون خطة طموحة وقدموها الحكومة، خل الحكومة ترفضها يصير مو مسؤوليتكم ذاك الوقت. لكن اللي قاعد نشوف احنا اليوم مع الأسف لا في يعني يشتكون منتجات الألبان، يقول مر فترة على الدعم، بعد فترة يقول والله خلص الدعم، ماكو عندنا فلوس. ما يصير الكلام هذا. انت تبي تطور وتنمي هذا القطاع، فعلا لازم يكون عندك برنامج طموح. لما كنا احنا في الثمانينات نصدر المملكة، الحين المملكة تصدر علينا ومسيطرة على السوق عندنا في شو اسمه، وهذا اللي بيشتغل. يعني هذا رافد من روافد الاقتصاد، وهذا يأمن يعطيك أمن غذائي. وبالتالي أنا أرجو فعلا أن هيئة الزراعة خل تبري ذمتها، تحط برامج طموحة وتحط سياسات محددة، هذا اللي أمن علينا الأمن الغذائي في الكويت. منتجات الألبان في الزراعة في بقية الثروة الحيوانية، عشان فعلا احنا نشوف بلدنا قاعد تنمى. مو نحط احنا خطة تنمية نحطها يعني إنشاء وبالتالي ما نشوف احنا نتيجة على الواقع. أيضا في قضية ثانية، قضية الأمن الغذائي عندنا في الكويت. الآن طبعا في سياسة محددة لدعم الزراعة، أنا أرجو أن تتحول هذه السياسة إلى دعم المنتجات يعني اللي لها انعكاس على الأمن الغذائي في الكويت. الأمن الغذائي في الكويت وتكون توضع في سياسة واضحة وسياسة دعم واضحة، بحيث فعلا احنا بعد فترة نشوف ان لو لا قدر الله حصل اي شيء يعني يقطع وجود هذه المنتجات في الكويت، يكون عندنا على الأقل اكتفاء شبه ذاتي في هذه المنتجات. إضافة إلى هذا أيضا لازم ننظر للتصنيع الغذائي، لأن التصنيع الغذائي والاستثمار في صناعة الغذاء خارج الكويت والزراعة خارج الكويت وموافقتها وتوافقها مع تطوير صناعة غذائية في الكويت، هذا راح يأمن مستقبل الصناعة الغذائية، يأمن الغذاء للكويت. خلينا نكون إحنا بس عارفين الآن تطور الدخل في الصين في الهند زاد استهلاك المواد الغذائية في العالم. ايش حصل نتيجته؟ ارتفاع غير مسبوق في المواد الغذائية في الحبوب وغيرها. وهذه هذا متغيرات هيكلية ما نتوقع احنا راح تنزل، بالعكس مع ارتفاع مستوى الدخل في الهند والصين والضغط على يعني موارد الغذاء في العالم، اللي راح يحصل انه راح يستمر ارتفاع المواد الغذائية الأساسية في الكويت. والحل ما يكون في ان احنا تعال والله انت يا مستورد يا منتج لا تزيد السعر، تخسر تقول لا تزيد السعر، اي سياسة هذه؟ لا شرعا يجوز ولا في علم الاقتصاد يجوز التحكم في السعر، انما يجب أن تشتغل على يعني تأمين موارد الغذاء في الكويت عشان تحل هذه المشكلة، سواء أدوية غذاء أو غيره. هذه الطريقة لعلاجها.
فنرجو فعلا يعني ان هذا الكلام يصل الى، يمكن احنا اقترحنا في الخطه التنميه والاستراتيجيه لتامين يعني الامن الغذائي، ياتنا الرد بدال ما يتخذون المطلوب هنا اتخاذ سياسه في الاستثمار الزراعي، سياسه في هيئه الزراعه، يعني كان يقول لنا والله احنا بننفذ المشروع الفلاني في هيئه الزراعه، شو يفيدني انا مشروع تنفذه في هيئه الزراعه؟ لكن انت لو تبنيت سياسه محدده تنمي القطاع الخاص في جانب اللي انت تبي تنميه، مو تحط لي مصنع في هيئه الزراعه ولا تشول لي مشروع ابقار في هيئه الزراعه، مو هذا اللي ينمي هذه الصناعه. فارجو فعلا ان الهيئه تستعين بناس خارجيين يضعون خطه استراتيجيه لهيئه الزراعه والنظر الى الامن الغذائي بالنسبه للكويت. شكرا اخ الرئيس. شكرا خالد السلطان. تفضلي دكتوره معصومه مبارك. شكرا الاخ الرئيس، واشكر الاخ حسين الحريتي على تنازله لدوره واخذ دوري. الاخ الرئيس، انا اشكر جزيل الشكر للجنه الميزانيات على جهودها في، وخاصه ضيق الوقت ربما يجعلها لابد ان تكون مستعجله وفي نفس الوقت حريصه على ان تعطي كل الموضوع حقه. لكن سؤال اوجهه للاخ عادل الصرعاوي بصفته مقرر للجنه. اخ عادل، دائما اسمع منك كلمه جدا طيبه وخاصه لما كنت وزيره، احنا نسعى لان تكون ميزانيه برامج، تذكر هذه الكلمه؟ ونسعى الى ربطها بالميزانيه بالخطه التنمويه، ونسعى لان تكون ميزانيه عاكسه لبرنامج عمل الحكومه. هل هذه الميزانيه بقناعتك التامه انها فعلا ميزانيه برامج؟ هل هذه الميزانيه صدى لما جاء من برامج في الخطة التنموية وبرنامج عمل الحكومة؟ أنا أحب أسمع رأيك عقب ما أخلص لو سمحت، لأن أنا وأنا قاعد أقرأ هذه الميزانية ما أشوفها مختلفة عن السنة الماضية أو السنة اللي قبلها، تظل هي ميزانية تقليدية في كيفية معالجتها للأمور وربطها بالبرنامج عمل الحكومة. السؤال الثاني الأخ الرئيس أوجهه كذلك للجنة، وهو أن اللجنة أحس أشم فيها ريحة محاباة لمجلس الأمة. ليس هناك أي ملاحظة أو توصية موجهة لميزانية مجلس الأمة. لابد وأن تكون هناك عندكم بعض الملاحظات على الميزانية حتى لا تتهمون بأنكم تكيلون بمكيالين، صح الأخ عادل؟ فالأخ الرئيس، أنا عندي ملاحظة على ميزانية مجلس الأمة، سؤال أثيرة فقط وأثيرة كذلك للأخوة في الأمانة مع كل التقدير لهم، هل تم دراسة سياسة تأجير السيارات بدلاً من سياسة بدل مناسب؟ مشكورين وقصر ما قصرتوا ونعم الله عليكم، سيارات فارهة والناس حاسديننا عليها، ايش معنى من البي ام رحتوا للمرسيدس اغلى؟ هي مو عن مساله اغلى او ارخص، ما هو المبرر لمنح سيارات بايجار بدلا من بدل مناسب؟ فهذه نحب نسمعها، نشوف يمكن ربما السؤال موجود ومجاب عليه في اللجنه، انا ما عندي خبر. السؤال الاخر او الملاحظه الاخرى، اؤكد ما ذهب اليه الاخ خالد السلطان من الملاحظة الموجودة والمتكررة في كل اللجان، في كل اللجان بدون استثناء، وهي شح وقصور وعدم كفاية، ولا أقول كفاءة، وعدم كفاية المستشارين، لأن المستشارين اللي موجودين يمكن ربما هذا اللي قدرتوا تحصلون عليهم سواء من مصر أو من أي دولة أخرى. عندنا جامعة الكويت موجود فيها التخصصات كلها، ليش ما نستعين فيهم حتى ولو بسياسة البارت تايم؟ لأن هذيل فائدة لهم وفائدة لنا، هم أهل مكة أدرى بشعابها، فبالتالي إذا بيجيب مستشار اقتصادي من جامعة الكويت بلا أدنى شك هو لديه القدرة والخبرة على الوضع الاقتصادي بالدولة، وبالتالي وبعدين هو في متناول اليد من أني أجيب واحد
أيا كان مع كل الاحترام لهم جميعا، لكن يظل خلينا نركز على الاستعانة بمستشارين من جامعة الكويت، من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، من مؤسسات القطاع الخاص، لأن هذيلا لهم كفاءة، لهم قدرة ولهم خبرة وذوي كفاءة نحتاج أن احنا نستعين فيهم. وأنا طبعا أجر 10 خطوط أو حتى أكثر على المستشارين في اللجنة التشريعية. نحتاج الأخ الأمين العام، الأخ الرئيس، نحتاج مستشارين دستوريين في القانون الدستوري وليس فقط في القانون الجنائي. أترك مجلس الأمة وأذهب لبيتي القديم، الجامعة، جامعة الكويت. أتمنى أن يكون أحد موجود من جامعة الكويت هني، ما أدري إذا موجودين. جامعة الكويت، الأخ الرئيس، لابد وأن يكون لنا وقفة جادة مع جامعة الكويت. إيه نعم، عليهم بالعافية في هذه الميزانية، ميزانية ضخمة، لكن نقول لهم مضت سنوات على قانون إنشاء الجامعة الجديد، جامعة جديدة يفترض أنها تفتتح وتبدأ العمل وتستقبل الطلبة في 2014. ترى 2014 ما هو بعيد، 12 13 14 احنا طابين، راح نطب في حفرة، ماكو شيء. أين ذهبت المبالغ؟ الاستشارات، المبالغ اللي صرفت على الاستشارات مبالغ ضخمة. كان عندنا دكتور في الجامعة يلاحق هذا الملف، دكتور عبد الله سهر وأذكره بكل الخير، يلاحق هذا الملف من منطلق حماية المال العام. أين ذهبت هذه المبالغ؟ بعدنا جامعة الكويت إذا افتحت بالإشدادية فراح تكون في 2020. هذا جانب من الموضوع. الجانب الثاني الأخ الرئيس هو ما يتعلق بالإعداد لهذه الجامعة الضخمة، جامعة الإشدادية. ألا تحتاج أعضاء هيئة التدريس؟ ألا نحتاج من الآن بل من أمس إن احنا نذهب أعضاء هيئة التدريس بكل التخصصات للجامعة الجديدة؟ ولا راح نظل ندور على جامعات العالم حتى يعطونا وين ما واحد أبسليت وواحد مخلص عمره الافتراضي ويعطونا ويتكرمون علينا فيه؟ الأخ الرئيس، مواجهة هذا الموضوع من خلال التوسع وزيادة عدد مقاعد البعثات. مقاعد البعثات ما زالت كأنما نحن في حالة بطر، عندنا زيادة من أعضاء التدريس، كل قسم كل تخصص مقعد واحد. حرام عليكم، عضو هيئة التدريس حتى يرجع مرة ثانية لي بلا 6 7 سنين. إذا أنا الحين أدز في كل تخصص مقعد أو مقعدين، لا بالله جامعة الإشدادية راح تكون فصول بدون أعضاء هيئة التدريس. فبالتالي لابد من إعادة النظر في سياسة الابتعاث. عندنا كثيرين، وأنا اتصلت في أحد في عميد كلية الهندسة، أقول له عندك أعداد من المتقدمين متميزين كلهم امتياز. قال والله ودي أوديهم كلهم. قلت له ليش ما توديهم؟ 7 8 10 ود. كان يقول ما عندنا غير مقعد واحد. ها، مقعد واحد؟ متى نزيد عدد المقاعد؟ متى يكون عندي أعضاء التدريس حتى يشغلون هذه الجامعة وكذلك الجامعة الإشدادية عقب عمر الطويل؟ فبالتالي ما ينطبق على سياسة الابتعاث في التعليم في الجامعة ينطبق كذلك على سياسة الابتعاث في التعليم التطبيقي. وأنا كل ثقة بمدراء مدير الجامعة وكذلك مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الدكتور عبد الرزاق النفيسي. أتمنى لك كل التوفيق دكتور، وأتمنى فعلا أن تضع يدك على الجرح بل الجروح الموجودة في الهيئة، وأن تضمد هذه الجروح بالمعالجة الحقيقية وليس فقط بالطبطبة. لأن ملفات وأنت أدرى فيها، وأنا وضعت لك بعض هذه الملفات أمامك، فيها تجاوزات، فيها غبن، فيها ظلم لكثيرين من الكفاءات الموجودين بالهيئة. ناهيك عن فتح باب الابتعاث للتعليم للدراسات العليا. كذلك الأخ الرئيس فيما يتعلق بالنسبة للتعليم التطبيقي، التعليم التطبيقي يعني إحنا دولة واحدة، سن التقاعد في التعليم التطبيقي مختلف عن الجامعة. ليش؟ لأعضاء التدريس، كلهم أعضاء التدريس، كلهم خبرات، 65 سنة لم يعد السن اللي يعتبر فيه الإنسان قد انتهى أجله. لا، لأن هذا السن هو سن في تعمق في العلم،
وبالتالي نتمنى على الأخ، وين الأخ وزير التربية؟ نتمنى على الأخ وزير التربية اللي مو موجود، لكن كل الأمل بالدكتور عبد الرزاق النفيسي بأن يبحث هذا الملف. ارتفاع بسن التقاعد في الهيئة العامة التعليم التطبيقي لكي يساوي ذلك الموجود بالجامعة، لأن كلهم أعضاء التدريس، كلهم خبرات من جامعات محترمة، وكلهم نحتاج لهم. اي نعم، هني راح تكون عندي المشكلة أكبر لما أحيل للتقاعد ما عندي أعضاء التدريس فنجيب من هب ودب من دول أخرى. لا، عيال بلدنا أولى بأنهم يخدمون بلدنا ويخدمون القطاع التعليمي في هذه البلد. بالنسبة للنقطة الأخيرة، الهيئة العامة للتعليم، الهيئة العامة للبيئة. الهيئة العامة للبيئة، ما أدري إذا فيها أحد هني ولا لا، الأخ الرئيس، الهيئة العامة للبيئة تديرها المزاجية ولا شيء فوق المزاجية. والإثبات الأساسي والحقيقي على هذا الأمر إحالة الموضوع إلى المحكمة، إلى القضاء، والقضاء بت ببطلان تعيين مدير عام الهيئة العامة للبيئة لتكاثر القضايا التي شكرا دكتورة. تفضل عادل. شكرا أخ الرئيس، وشكر موصول للدكتورة معصومة، الأخت الفاضلة دكتورة معصومة، فيما أثارته من ملاحظات بالذات فيما يتعلق في ميزانية مجلس الأمة. لا أبدا، ما في محابات، لكن كنت أتمنى أن يكون الرئيس موجود هنا وتوجهي له السؤال عشان تستجوبينه، لأنه هو المسؤول الأول عن ميزانية مجلس الأمة، لأنه يباشر صلاحيات الوزير في إدارة الأمانة العامة لمجلس الأمة. الأخر الدكتورة، فيما يتعلق في موضوع السيارات والمزايا، هذا موضوع بحث يمكن في مجالس ماضية، وكان يصطدم في يعني كبديل، كان يصطدم في عائق قانوني بأن بالنهاية هذا سيكون عبارة عن بدل يضاف مع الراتب، وفي هالحالة يتعارض مع القانون بأن لا يصرف للعضو إلا موضوع المكافأة. ومع ذلك الإخوان أيضا درسوا المفاضلة في هذا الجانب وارتأوا أن مثل هذا الأسلوب هو أفضل يعني الوسائل اللي المتاحة. أيضا قضية التغيير من نوع سيارة إلى آخر، هذا خضع إلى قرار لجنة المناقصات داخل مجلس الأمة، وبالتالي هذا كان قرار تنفيذي أساسا، اللجنة ما هي معنية في إجراءات الترسية والأمور هذه غيرها. القضية الثانية هي قضية المستشارين، وأنا أيدك في هذا الجانب، لربما هناك بعض الدراسات وبعض الآراء اللي طرحت يمكن يعني في أكثر من مناسبة في كيفية الاستعانة في مثل هذه الاحتياجات. ولعلي أنا أستذكر الآن لما كنت أنا عضو في مكتب المجلس، كان في عندنا قرار بأن ما يتم الاستعانة أو من حق أي لجنة أن تطلب الاستعانة بمستشار تحدد الخبرات المطلوبة وتحدد المدة المطلوبة والمهمة المطلوبة، والأمانة العامة توفر هذا المستشار من الجهات المعنية. أيضا كان هناك تصور كبديل أن يتم الاستعانة من الجهات العلمية اللي موجودة، معهد الأبحاث أو من جامعة الكويت في قضية معينة. يعني مثلا اليوم قاعد نتكلم عن قضية بيئية في حدث معين، هذا الموضوع درس لمدة 3 أشهر، شهرين دور انعقاد كامل، لكن دور انعقاد القادم ما راح يكون في احتياج، وبالتالي ليس هناك استمرار. فارتباط الاستشارة في المهمة والمدة المطلوبة من كل لجنة من الجامعة، ولذلك الآن هذا متاح لأي لجنة أن تستعين بمن ترى. فيما يتعلق في موضوع الجامعة وموضوع البعثات، أيضا هذا موضوع كان محل بحث ونقاش. الميزانية الحالية في ميزانية جامعة الكويت هناك زيادة تقريبا في حدود 1,700,000 دينار عن المبلغ المعتمد، يبلغ إجمالية تقريبا 7,400,000، يعني 7,500,000 لموضوع البعثات. وأنا أعتقد يعني حتى إحنا إخوانك في اللجنة كانوا حريصين على دعم مثل هذا البند بالجامعة وبالتعليم التطبيقي وحتى التدريب في كل قطاعات الدولة، لأن هذا الاستثمار البشري واللي نتمنى فيه أن نجد يعني كل أعضاء هيئة التدريس في يوم من الأيام يكونون من العناصر الكويتية الجادة إن شاء الله تنهض في هذا الصرح العلمي. شكرا أخ الرئيس. شكرا عادل. تفضل يا دكتورة معصومة. شكرا الأخ الرئيس، وشكر موصول للأخ عادل السرعاوي.
وإن كنت يعني أنا طبعاً أنا متأكدة جداً بأنكم درستوه، لكن بغيت أشوف ما هي المبررات اللي أنت حين أوضحتها، ولك كل الشكر. كذلك الأخ عادل السرعاوي، والكلام كذلك موجه للأخ الرئيس وبالتأكيد للأخوة في الأمانة، اللي هو ما يتعلق ب طبعاً إحنا عندنا ملاحظات على مجلس الأمة وخاصة سياسة الترقيات. سياسة الترقيات في بيت الأمة يجب أن تكون فعلاً بالمسطرة والقلم، يجب أن نكون، لأن إحنا البيت اللي أو إحنا المؤسسة اللي تضع القوانين، مؤسسة تشريعية، فبالتالي هناك ملاحظات من بعض الموظفين بأن هناك تجاوزات عليهم، وقد أسندت أو استندت هذه الملاحظات بأن الموظف يحصل على حقه في الترقية من خلال القضاء. نتمنى الأخ الأمين العام، أدري فيك تهز راسك، لك كل التقدير والاحترام لشخصك الكريم، لكن الأخ الرئيس عندما يتم لجوء الموظف إلى القضاء معناته سدت أمام الأبواب، معناته أنه هو يريد حقه بأي طريقة، رغم أنه لا يريد أن يكون شكاي على مؤسسة اللي يشعر فيها بالولاء، لكن عندما يشعر بأن الأبواب مغلقة يلجأ إلى القضاء ويأخذ حقه. إحنا ما نبي هذا، نريد أن الموظف يأخذ حقه في بيت الأمة، لأن هذا هو مكان اللي إحنا نحتج فيه أمام الحكومة ونقول لها إحنا أحسن منكم، وهذا اللي نريده. شكراً لأخ الرئيس. شكراً دكتورة. تفضل أخ الفاضل صالح عاشور. شكراً أخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، والشكر كذلك موصول للأخوة والأخوات الأفاضل على دورهم الكبير في عمل هذه المؤسسات اللي اليوم قاعد نناقش الميزانيات والحساب الختامي لهذه المؤسسات الفريدة في دولة الكويت. الملاحظة الأولى أخ الرئيس بالنسبة للمشاريع الإنشائية، وهذه ملاحظة جديدة، أصبحت المؤسسات حتى المؤسسات التعليمية والمؤسسات الأخرى قاعد تدخل أو قاعد نحملها مسؤولية جديدة هي بناء المشاريع الإنشائية، في حين هذه المؤسسات يفترض أنها تتخصص في القانون اللي صدر من أجل إنشائها. إذا كانت مؤسسة تعليمية تتخصص في قضايا التعليمية، إذا كانت الزراعة في قضايا الزراعة، إذا كانت البيئة في قضايا البيئة. أما نحمل مسؤولية بناء المشاريع الإنشائية لجهات غير متخصصة، أنا أعتقد هذا خارج عن القانون وخارج عن تكليف الرسمي لهذه المؤسسات من ضمن القانون. فبالتالي أنا أعتقد لابد من الحكومة وخصوصاً الأخوان في لجنة الميزانيات مع هذه المؤسسات يجدون حل لقضية الإنشاءات في المؤسسات التي ليس من اختصاصها أو من مهمتها بناء القضايا الإنشائية. الإنشاءات هي تخصص وزارة الأشغال أو المؤسسات الأخرى التابعة للدولة، فأنا أعتقد لابد أن نصر ونركز على هذه القضية بإخراج الإنشاءات من المؤسسات التعليمية أو البيئية أو الصناعية أو كذلك هيئة الشباب والرياضة وهيئة الزراعة، لأن أكون أن هذه الأمور مو داخل اختصاص حسب المرسوم في تكوين إنشاء هذه المؤسسات، وهذه القضايا يجب أن تحال إلى وزارة الأشغال العامة. الشيء الآخر، بعض المؤسسات حسب ما ورد في التقرير قضية الاستثمارات، نفس المشكلة أخي الرئيس عندما تكلمنا عن ميزانية تأمينات الكويتية، الأمانة العامة للأوقاف، بنك التسليف، مؤسسة البترول، كل هذه المؤسسات قاعد تستثمر من فائض الأموال اللي عندها، وبعض الاستثمارات أكثر من مليار دينار. هذه المؤسسات مو اختصاصها وليس لديها إدارة خاصة بالاستثمار، فلما تدخل في استثمارات شيء طبيعي كما كان في بنك التسليف والأمانة العامة للأوقاف والكويتية، حصل هناك إيش؟ خسائر كبيرة. هذه الخسائر تتحملها الدولة نتيجة استثمار من جهات غير متخصصة في الاستثمار، استثمروا أموال فائض في الميزانية عندهم في الاستثمارات. هناك جهات هي العامة للاستثمار، ممكن مؤسسة العامة للتأمينات متخصصة، عندهم قطاع خاص، عندهم مسؤولين، عندهم ناس متخصصين في الاستثمار. فكيف جهات غير متخصصة في الاستثمار
تأخذ الفائض من الأموال وتستثمر. فأنا أعتقد هذه ملاحظة ثانية كذلك الإخوان في هيئة في الميزانية العامة وكذلك في الحكومة يجب أن ينتبهون في الدخول في تخصصات غير تخصصات التي تم إنشاء هذه المؤسسات، سواء الإنشاء بالدرجة الأولى. الآن نأتي إلى موضوع الاستثمار. ملاحظات أخرى في هذا الجانب هي المصروفات. في صفحة 4 لما نشوف مصروفات جامعة الكويت 456 مليون و190 دينار، يعني احنا قاعد نتكلم على أكثر من مليار ونص. يعني هذا المبلغ أنا أعتقد كبير جدا، وبالتالي هذا يحمل جامعة الكويت مسؤولية مضاعفة. ميزانية بقدر مليار أو مليارين دولار لجامعة الكويت يحملهم مسؤولية أن كيف يستفيدون من هذه الميزانية الضخمة في مخرجات تعليمية أو مخرجات من جامعة الكويت، بحيث أن المجتمع والنواقص الموجودة في بعض التخصصات يجب أن نأخذها من هذه الميزانية الضخمة. إذا كانوا المخرجات لا تفي احتياجات المجتمع، فبالتالي هذه الميزانية ربما جزء منها قاعد يهدر. وهذه أنا أعتقد المسؤولية الوطنية، المسؤولية التعليمية، المسؤولية الأساسية اللي نحمل جامعة الكويت في هذا الجانب. نفس الشيء الإخوان في التطبيقي، الميزانية 289 مليون، يعني ثاني ميزانية بعد الميزانية جامعة الكويت اللي هي العام للتطبيق. صحيح الآن منتسبين للتطبيقي أكثر من جامعة الكويت، يمكن وصلوا 30-40 ألف. هيئة التعليم أو التدريس بالإضافة إلى التعليم هناك التدريب، ولكن كذلك يجب أن نعلم أن هذه الميزانية تحملكم مسؤولية المخرجات التعليمية، بحيث التخصصات اللي تخصصون فيها نستفيد منهم. المفارقة الحقيقية يبي لها نوع من المتابعة. كثير من التخصصات الفنية بالذات في التعليم التطبيقي في النهاية يكون أعمالهم إدارية، جزء منه لأن المواطن الكويتي يشوف فرق بين العمل الإداري وعمل الفني. تخصصات الكهرباء، تخصصات التبريد، النجارة، غالبا بعد فترة يبون يحولون إلى تخصصات إدارية. أنا أعتقد هذه جزء منها مسؤولية الحكومة، جزء مسؤولية متابعة التخصصات بعد التخرج أن يعملون في مكانهم. وهذا دور كذلك الخدمة المدنية، أن لا يتم ترشيحهم إلا حسب تخصصاتهم. الجانب الآخر بالنسبة للتطبيقي، حقيقة الدكتور أكون صريح معك، ديوان الخدمة يقولون إحنا ما نرشح مرشحين للتطبيقي أو للجامعة أو لأي جهة من الجهات إلا الدرجة موجودة. أكثر من شكوى إن إحنا عندنا ترشيح من ديوان الخدمة المدنية، ولكن التطبيقي ما يعينونه، يظلون 6 أشهر، بعضهم ضالين الآن أكثر من سنة ونص يدورون في حلقة مفرغة. اليوم تعال باكر تعال، غير محتاجين تخصص، اختبار، مراقب. يعني أنا أعتقد هذا التسويف في التعيين بعد ما يتم ترشيحه من الجهة المعنية غير مقبول، خصوصا أن الترشيح يأتي بناء على طلب من الجهة يعني الطالبة لهذا الموضوع. فهذه النقطة أنا أعتقد موجودة في التطبيقي. نقطة أخرى أخي الرئيس، صفحة 8 التعديلات على الميزانية. جامعة الكويت في الباب الثاني المستلزمات السلعية والخدمية زيادة 1,212,000. أخ المقرر، أخ المقرر، مقرر نقطة مهمة. جامعة الكويت طالبين 1,212,000 في باب المستلزمات السلعية. السبب تعويض شركات عمال النظافة والحماية والأمن وخدمات التنظيف. جامعة الكويت يفترض عندها عقد مع شركات النظافة والحماية والأمن. إذا الشركات ما تدفع رواتبها، اتي الجامعة تطلب زيادة من الميزانية بحيث تعوض الشركات أو الموظفين أو عمال النظافة والأمن. ما يجوز هذا. وين العقوبة على الشركات اللي هي ملزمة تدفع رواتب العمال الأمن أو النظافة؟ فتحميل الميزانية في هذا المبلغ بدون ما نرى في التقرير أي إجراء ضد شركات الأمن والحماية والنظافة، على أي سبب مقنع نزيد 1,200,000. نفس الشيء الإدارة العامة للإطفاء تم زيادة ميزانيتها ب47,000. ليش؟ يبون يعوضون المراسلين وعمال الفندقة والتنظيف. زين الشركة ما تعطيهم رواتب، اتي الهيئة العامة للإطفاء أو الإدارة العامة للإطفاء وتعطيهم رواتبهم المتأخرة من قبل الشركة.
طيب شنو الإجراء القانوني اللي اتخذ بحق الشركات؟ هل تم حرمانهم من المناقصات؟ هل تم شطبهم؟ هل تم تسييل الضمان المالي الموجود عند الجامعة أو عند الإطفاء؟ كل هذه الأمور غير واردة في التقرير، أنا أعتقد يحتاج لوقفة في هذا الجانب. الشيء الآخر صفحة 9 بالنسبة لهيئة الزراعة، زيادة الدعم بقيمة 23,350,000. هل إحنا دولة زراعية؟ خلينا نكون واقعيين، هل إحنا عندنا مراعي اللي أنت زايد 23 مليون على شنو؟ أنا أعتقد كثير من هالمبالغ قاعد إحنا نبالغ فيها في دعم الأعلاف، أكثر من بعثات الجامعة، أكثر من بعثات الجامعة. دكتورة تطول، نعم الحين خلونا نكون واقعيين. أنا هالمبلغ 23,000 على مراعي، لا عندنا مراعي، والأعلاف قاعد تنباع بالسعودية وفي العراق، قاعد يصير تسريب في السوق. فأنا أعتقد أستاذ جاسم يعني هاي مسؤوليتك، 23 مليون على شنو الرعي والأعلاف؟ هذا حطوها في بعثات، حطوها في التطوير، حطوها في زراعة تجميلية، واجهة الكويت، روح الديرة كلها سبخة وكلها ما الأيام قبل النفط. فما أنا عارف في هذا الجانب. النقطة المهمة أخ الرئيس صفحة 10، يعني الأخوان في هيئة الميزانية، بالنسبة لميزانية هيئة شؤون القصر، انبنى يعني رفض الميزانية ليش؟ واحد، تعمد الإدلاء بمعلومات وبيانات غير صحيحة الهدف منها تضليل اللجنة. هيئة تعطون بيانات غير صحيحة لمجلس الأمة. البند الثاني، التحجج بأحكام قضائية لا تموت بأي صلة. شكرا لأخ صالح، انتهى الوقت. تفضل سيد عدنان. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لأخ الرئيس وشكرا للأخ الفاضل صالح عاشور. أبدأ من حيث انتهيت، بالنسبة للي تفضلت فيه بالنسبة لهيئة شؤون القصر، هذا رأي الأقلية طبعا كما هو في تقرير الميزانية وليس رأي الأغلبية. ورأي الأقلية بأن هناك يجب استيفاء بعض البيانات لإقرار الميزانية، وإحنا عادة إذا كانت هناك بيانات ناقصة نطلبها من الأخوان في الهيئة، وحتى بعد إقرار الميزانية وعندنا أيضا تعاملنا وياهم من خلال الحساب الختامي. ثانيا بالنسبة لدعم هيئة شؤون الزراعة، 23 مليون هذولا مكرمة أميرية وبأمر أميري على دفعتين. صاحب السمو وعد الأخوان بإعطائهم 19 مليون، ثم بعد ذلك 4 ملايين، وياتنا التعليمات من قبل مجلس الوزراء بأن هذه منحة أميرية وبأمر أميري، وقدموا ميزانية بهذا المبلغ. وإحنا دائما نؤكد كما أنت تؤكد على أهمية صرف ذلك للمستحقين. إحنا وياك هناك خلل في التوزيع مع الأسف، خاصة بالنسبة للدعم، بالنسبة للعلف إلى آخره. كنا دائما نؤكد على أهمية أن يصرف الدعم لمستحقيه. القضية الثالثة أيضا فيما يتعلق الجامعة، فيما يتعلق الجامعة ومؤسسات الدولة، الزيادات اللي حصلت إنما حصلت نتيجة لقرار مجلس الوزراء برفع معاشات العاملين من 40 دينار إلى 60 دينار، وهذه الزيادة لا تجدها هنا بل تجدها في أغلب وزارات الدولة. أما قضية عدم التزام الشركات بإعطاء العمال حقوقهم فهذا أيضا موضوع بالاعتبار، ووزارة الشؤون لها دور كبير في ذلك، في مقاضاة الشركات، في التوصية بعدم منح مناقصات. وزارة الشؤون لها دور كبير في مراقبة هذه الشركات. أنت أيضا لا تستطيع أن تمنع جهة معينة من دعم مستحق على توقع أن الشركة غير ملتزمة. إذا كانت شركات النظافة غير ملتزمة فهناك قوانين أخرى أيضا ممكن من خلال وزارة الشؤون مقاضاتها والعمل بها. القضية الأخيرة اللي بدأت كلامك أخ صالح بالنسبة للاستثمارات، فعلا إحنا قضية الاستثمارات قضية مؤرقة لنا،
وخاصة بالنسبة للجهات اللي تستثمر المليارات. وهناك فكرة في اقتراح بقانون نفكر فيه باللجنة من خلال بعض الأخوة الأعضاء، تقديم اقتراح بقانون بإنشاء هيئة لتقييم الأداء الاستثماري في مختلف الجهات الحكومية التي تتعامل بالمليارات وليس بالمئات. هناك في فكرة، ونأمل إن شاء الله أن نوفق في هذا التشريع لمراقبة الاستثمارات من ضمنها الجهات اللي تفضلت فيها، والأهم منها أربع جهات: هيئة الاستثمار، مؤسسة التأمينات، الصندوق الكويتي، مؤسسة البترول، لأنها تتعامل بمليارات بالاستثمارات. ونأمل أن تكون هناك هيئة لا أن تتدخل، فقط مجرد تقييم للأداء الاستثماري لهذه الجهات الحكومية. شكرا الأخ الرئيس. الأخ الرئيس اللجنة، تفضل الأخ صالح. شكرا أخ الرئيس، والشكر كذلك موصول للنائب الفاضل السيد عدنان عبد الصمد وعادل صرعاوي. حقيقة إحنا ثقتنا كبيرة في الأخوان في لجنة الميزانيات، ودور لجنة الميزانيات أنا أعتقد يحتاج شكر مضاعف. التقارير اللي موجودة كل الجهات الحكومية تدل على مدى اهتمام الأخوة في لجنة الميزانية وعلى دورهم الفعال والمتابعة اليومية حول هذه القضايا. ولذلك إحنا لما نبين بعض الملاحظات نعتقد جازماً أن الأخوان يأخذون هذه الملاحظات بعين الاعتبار، خصوصاً موضوع المشاريع الإنشائية وموضوع الاستثمارات. القضايا الأخرى يحتاج كذلك بالنسبة للنظافة وما شابه ذلك دور مهم للدولة. أرجع إلى الصفحة 10، صحيح رأي الأقلية، ولكن رأي الأقلية أكيد مبني على بيانات صحيحة، على مستندات. ولذلك ورد بالتقرير، وإحنا لما نتكلم عن هذا الموضوع نبي إخوان في هيئة شؤون القصر أن هذه الملاحظة سلبية عليهم. ليس بودنا أن نرى هذه الملاحظة السنة القادمة. لما اللجنة تقول التضارب في الإجابات ما بين المرسل للجنة وبين ما تصلنا من إجابات على الأسئلة البرلمانية، يعني في تباين واضح بين الإجابة وبين ما يحدث داخل اللجنة. التحجج بأحكام قضائية لا تمت بأي صلة بشأن الاحتياطات، هذه ملاحظات. ولما تقول بيانات غير صحيحة من جهة حكومية لجهة تشريعية ورقابية، هذه علامة استفهام كبيرة على هيئة شؤون القصر. يجب أن احنا ما بدخل في تفاصيل هذه القضايا لأنها بحد ذاتها يحتاج لجلسة، ولكن أنا أقول إذا السنة القادمة وجدنا مثل هذه الملاحظات في هيئة حكومية بالتعامل مع جهة تشريعية رقابية، علامة استفهام على القائمين. الأخ صالح تفضل. دقيقة تفضل. شكرا أخ الرئيس. نأتي الآن إلى صفحة 12. من الملاحظات القوية في التوصيات على جامعة الكويت ثلاث ملاحظات، أنا أعتقد أكثرها بالنسبة للبعثات، بالنسبة للتفرغ العلمي، بالنسبة للمكاتب الاستشارية. يعني جامعة الكويت يفترض اللي قاعد يديرونها نخبة المجتمع، دكاترة مثقفين على درجة كبيرة من الوعي ومن الاهتمام ومن الحرص على المصلحة الوطنية. لما تصير محسوبية وتميز في موضوع البعثات، خشمك أذنك ولد عمك ولد خالك على البعثات، إذا جامعة الكويت تقوم في هذا الدور فعلى بقية مؤسسات الدولة السلام. لما تصير موضوع التفرغ العلمي والقضايا الخاصة بالتفرغ عليها أكثر من ملاحظة فعلى البلد السلام. لما تصير محاباة بالنسبة للمكاتب الاستشارية، ولما تصير هدر في المال العام، ولما تصير تجاوز في القضايا المالية في جامعة الكويت اللي هم نخبة المجتمع. شكرا لك صالح، انتهى الوقت. عشان بس تفضل الأخ الرئيس. تفضل. شكرا الأخ الرئيس. لا، بالنسبة لقضية الاستشارات اللي ذكرها الأخ صالح قضية مهمة، وإحنا عندنا فكرة بأن نحقق في كل ما يتعلق بالاستشارات في الجهات الحكومية، وكان هناك في فكرة بتحويل هذا الموضوع إلى لجنة حماية الأموال العامة أو تشكيل لجنة تحقيق في كل مكان الاستشارات، حتى في مؤسسة البترول. أي نعم، وكثير من الجهات هناك خلل في موضوع الاستشارات اللي تفضلت فيه،
وهو تحت يعني اهتمام ومراقبة اللجنة، قضية مهمة جدا. أما قضية هيئة شؤون القصر أخ صالح، ترى هذا مو معناته أن احنا مو قاعد نتابعهم، لكن هذا يعني هل احنا نوافق على الميزانية أو لا نوافق. وأهم شيء إضافة إلى هالملاحظة اللي ذكرتها، هناك كثير، وليس دفاع عن هيئة شؤون القصر، لأن احنا نريد استيفاء مثل هذه البيانات. والأهم من ذلك، وإن شاء الله الإخوان في المجلس الموقر إذا الله أعطانا وياكم عمر إلى السنة القادمة، كثير من هذه الملاحظات في الحسابات الختامية، ونأمل مناقشة الحسابات الختامية كما تناقش الميزانيات اليوم. هناك كثير من الملاحظات، بس نأمل أن يتوفر الوقت والظرف للمجلس الموقر لمناقشة مثل هذه الحسابات الختامية اللي فيها هالملاحظة اللي أنت ذكرتها. بس الإخوان خلي يخلونا من الاستجوابات وغيرها، خل ننتبه يعني. شكرا أخي الرئيس. شكرا. شكرا. تفضل الأخ الفاضل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل. شكرا أخي الرئيس. أنا أوضح جزئية الحقيقة يعني ذكرها النائب الفاضل صالح عاشور فيما يتعلق بدفع الوزارات والمؤسسات أجور العمال. الحقيقة لاحظت وزارة الشؤون إن كثير من الجهات المعنية، مثلا الشركات المتعاقدة مع الوزارات أو مع المؤسسات، لا تدفع رواتب العمال. فأصدرت وزارة الشؤون قرار الحقيقة أعطت حق للوزارات ومؤسسات الدولة أن لا تسلم حقوق مالية لهذه الشركات ما لم تتأكد بأن فعلا العمال استلموا أجورهم. وإذا ثبت لأي جهة حكومية بأن العامل ما استلم أجاره، تدفع الحكومة وتخصم من حقوق الشركة بالنسبة فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه الوزارة والمؤسسة. أما فيما يتعلق فيما في شؤون القصر، الحقيقة توني اطلعت الحقيقة على جزء من الملاحظات النائب الفاضل حسين الحريتي أطلعني عليها، وهذه راح تكون محل تحقيق الحقيقة، وراح نتتبع هذه الملاحظات ونتأكد من صحة هذه المعلومات، وإن ثبتت أكيد راح تتخذ الإجراءات اللازمة في شأنها. شكرا. شكرا الأخ الفاضل وزير العدل. الأخ دكتور ضيف الله برمية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية الأخ الرئيس، كنا نتمنى أن يكون يعني الوزراء أو الحكومة بالصف الأول، أن يكونوا متواجدين حتى يسمعون كثير من الملاحظات، لأن هناك طبعا وزراء غير موجودين، ويعني الآن بعض هذه الهيئات الملحقة هي تابعة طبعا لهؤلاء الوزراء، ومنهم طبعا وزير الدفاع اللي طبعا يعني هناك ملاحظات كثيرة على الهيئة العامة للبيئة، وكان مفروض أن يكون موجود عشان يسمع هذه الملاحظات. راح أبدأ بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والأخ الفاضل جاسم البدر أخ يعني نحترمه وزميل دراسة ونقدره، لكن اللي قاعد يصير الآن بالهيئة ترى أمر مو طبيعي. الآن كثير من الإخوان اللي قاعد يراجعون الهيئة ويحسون إن في مظالم وفي مشاكل، ويبون يوصلون إلى رئيس الهيئة لكن مو قادرين يوصلون له، لأن يعني ما هو متواجد في مكتبه. لذلك يعني نصيحة أخ، تواجد في مكتبك، لأن الناس لهم حقوق، ويعني ما وجدت هذه المؤسسات إلا طبعا لخدمة المواطنين، ويعني المسؤولين اللي موجودين فيها يجب أن يذللون الصعوبات اللي قاعد يعني اللي يواجهونها هؤلاء المواطنين، لأن طبعا مرات في أمور كثيرة ما يقدر يحلها إلا مدير الهيئة. وأنا أشيد أيضا بدور الأخت الفاضلة يعني نبيلة العلي، لأن دائما يعني كل ما يجون المراجعين يعني يمدحون فيها أن دائما تكون متواجدة في يعني مكتبها، ودائما تحاول أن تحل مشاكل يعني الأخوة اللي قاعد يتعرضون إلى مشاكل وإلى ضغوطات من بعض العاملين في الهيئة. أنا بتكلم عن دعم الأعلاف. كل سنة هذا الدعم يقعد شهرين ثلاثة وبعدين يوقف هذا الدعم، ويعني ما في أموال على أساس أن هذا الدعم يستمر. الآن في 23 مليون، إحنا قاعد نقول يا هيئة يا رئيس الهيئة لو سمحتم شوفهم شكثر احتياج البلد للدعم الحيواني، دعم الأعلاف،
وقتها عطونا الميزانية اللي تبونه. احنا نبي الدعم يكون طول السنة، ما نبي السوق السواندي اللي موجود الآن. الآن الدعم أول 3 شهور وتقريبا 60-70% من هذه من هذا الدعم، يعني الأعلاف، هذه الأعلاف تروح الناس مو مستحقينها، تروح الناس قاعد يخزنونها في مخازن، حتى طبعا لما ينتهي هذا الدعم بعد 3 شهور ينزلونها طبعا للسوق ويبيعونها بسعر يعني بسعر مضاعف. هذا طبعا نبي نقضي عليه، وما لا يمكن أن يقضى عليه إلا إذا كان العلف موجود طوال أيام السنة مدعوم. واخذوا يعني من الدول الخليجية، اخذوا منهم تجاربهم. بالسعودية العلف موجود بالشارع، أي شخص يبي يشتري يلقاه موجود وبالسعر ثابت. ليش ما تسوونه بالكويت بالطريقة هذه؟ ليش لازم يروح للمطاحن وكرت وصف ومعاناة وإهانات علشان ياخذ له كم كيس شعير حق يعني المربين الماشية؟ ليش ما تكون أصلا هذه تباع في جميع محلات البلد، وهذه بسعر محدد ما حد يقدر يزيد عنه، والدعم يعطى من البداية والنهاية، يعطى أصلا حق شركة المطاحن. فأي أعلاف الدش يدفع لها الدعم وتوزع على المحلات ويكون السعر ثابت، وأي محل يزيد بالسعر يخالف هذا المحل. أما بالطريقة الآن هذه أكثر يعني إهانة من أنها تكون دعم، أنه لازم يجي المواطن نفسه ولازم هو بنفسه يحضر ويصف بالدور، ولازم يجي من الساعة 5 الصبح علشان يحجز دور، وبالأخير أول وتالي متضرر طبعا هي الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية اللي هي تعتبر أصلا يعني من دعاي ومن ركائز الأمن الغذائي بالبلد. ايضا طبعا ليش ما يكون في دعم لزراعه الاعلاف الحيوانيه مثل الجت وحتى طبعا الشعير؟ ليش ما يصير في دعم؟ لان اليوم اذا احنا قادرين نستورده، ترى يعني الاسعار العالميه قاعده ترتفع، والدول مهم عندها امنها الغذائي اكثر من امن الدول الخارجيه، فلذلك اذا صار عندهم نقص بالعكس راح يعني يحجبونه عنا وما راح يسمحون في تصديره. ليش ما يصير في دعم لزراعه الشعير، لزراعه الاعلاف الحيوانيه الخضراء؟ لأن هذا يعني مهم جدا. إذا كان فينا اكتفاء ذاتي هني طبعا راح تتطور الثروة الحيوانية. أيضا الموضوع الثاني اللي هو طبعا جامعة الكويت، والكلام موجه لوزير التربية. الآن يعني الآن طبعا هو طبعا وقت امتحانات الثانوية العامة، وبعد تقريبا يعني أيام راح تطلع النتائج، وراح تطلع أعداد كبيرة من الطلبة اللي يبحثون عن يعني فرص للدراسة بجامعة الكويت. وجامعة الكويت حدها 8000 طالب كل سنة، ولا هي راضية تتطور. وأيضا الجامعة أو المدينة الجامعية الجديدة اللي مفروض أنها في سنة 2014 تباشر عملها وتقبل الطلبة، إلى الآن مجرد سور وحفريات، وما راح ترى النور قبل 2020. طيب حاولوا تفكرون في يعني في حلول ثانية. واحد من الحلول ان جامعة الكويت ليش بس تشتغل بالفترة الصباحية؟ ليش ما يكون في عمل لها بالفترة المسائية؟ على الأقل ممكن تقبل 8000 طالب بالفترة الصباحية و8000 طالب بالفترة المسائية، والدكاترة اللي ممكن تحتاجونهم موجودين سواء في جامعة الكويت او بالتطبيق، ممكن ياخذون اوفر تايم ويشتغلون طبعا بعد الظهر او في الفترة المسائية. واذا ما في ممكن حتى تجيب يعني ناس من برا الكويت ممكن يدرسون. فيعني هذه واحدة من الحلول، يعني لا نقف ان والله في مكاننا ونقول لا والله جامعة الكويت إلى الآن أو المدينة الجامعية الجديدة إلى الآن ما أنشئت، فلذلك إحنا خلاص إحنا الجامعة هذا حدها ونوقف على الحد هذا. أيضا لازم يكون في توسع بالجامعات الخاصة. الحين في جامعتين ثلاثة، وكل جامعة منهم الرسوم الجامعية من 2000 دينار ونطالع، يعني في أولياء أمور كثيرين ما راح يقدر يدفع هذه المبالغ كرسوم دراسية. فلذلك لو كان في هناك كثير من الجامعات تفتح فروع لها بالكويت راح يكون في تنافس، وراح يكون ينزل الرسوم الجامعية أو أسعار الرسوم الجامعية راح تنزل، وتصير على الأقل على مستوى الأشخاص العاديين اللي يقدرون يدفعون، بدل لا يودي ولده بغربة ويدفع له يعني في جامعات مثل الأردن ومصر وما يدري بعد هل المستوى يكون مستوى زين أو مو زين، لأن ما في رقابة من وزارة التربية على هذه الجامعات ولا لحق. هني لما تكون بالكويت يكون في هذه الرقابة موجودة. لذلك يعني من المهم جدا أن يكون هناك جامعات كثيرة بالكويت، يعني توسعوا في الجامعات الخاصة تحت رقابة وزارة التربية والتعليم العالي. وطبعا يعني هذه الجامعات اللي راح تثبت جدارة ممكن تستمر، الجامعات اللي ما راح تثبت جدارة لكم الحق أن تغلقونها، لكن بالطريقة هذه على الأقل الأعداد الكبيرة اللي قاعد تطلع من الطلبة من الثانوية العامة يجدون على الأقل فرص للدراسة. لأن أول وتالي يعني جيل دارس جيل واعي أفضل من أن جيل يكون يعني جيل جاهل ما هو قادر يقدم البلد أي شيء. الموضوع الثالث الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. يعني هذه يعني الهيئة يعني هيئة رائدة،
ويعني بالعكس فادت البلد بكثير. لكن المشكلة الكبيرة فيها إن ما في دراسة سوق العمل. الآن في ناس خريجين الهيئة وقاعدين ينطرون في ديوان الخدمة المدنية 3 و4 سنوات، من ضمنهم طبعا الملاحة اللي طبعا تخصص الملاحة، قاعد ينطرون 3 4 سنوات وملاقين وظائف. السبب طبعا ان هذا التخصص مو يعني ما هو مرغوب في 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 الكويت ولا قاعد تطلبه وزارات الدولة. لذلك مفروض ان يكون في دراسة سوق العمل مع وزارات الدولة المعنية على اساس تعرفون بالضبط وين الاحتياج في وزارات الدولة وشنو التخصصات اللي طبعا محتاجها سوق العمل بالقطاع الحكومي، ووقتها توجيه الطلبة يعني لهذه المخرجات. اما الان اللي قاعد يصير بالعكس، كليات مفتوحة، معاهد مفتوحة، واللي يدش بأي معهد وبالأخير ما يلقى وظيفة، في حين إن في وظائف أخرى البلد محتاجتها. التمريض واحد من المهن اللي محتاجت البلد، كثير من المهن الفنية محتاجينها. التمريض الآن اللي قاعد يخرجونه كل سنة يمكن بحدود يمكن 80 إلى 100 120، مع العلم إن إحنا محتاجين بالكويت سنوياً حوالي 3000 إلى 4000 ممرضة. لو صار توسع بهالجانب هذا راح كثير من المواطنين الكويتيين والمواطنات راح يتجهون إلى هذا المجال، ووقتها طبعاً كبلد إحنا راح نكتفي ذاتياً من هذه الوظائف ويعني نوقف حتى من استيراد هذه الوظائف من الخارج. فهذه من الأمور المهمة جداً. أيضاً هناك مدرسين وأساتذة كويتيين يعني قاعد يدرسون الآن على نظام المكافأة وصارهم عدة سنوات بالتطبيقي. يعني ها الناس ذيلة أنتم جربتوهم وشفتوهم، إذا ذيلة زينين عينوهم، شو اللي ناطرين على 4 5 سنوات وهو على نظام المكافأة ويجي بس عشان يعطي حصة واحدة ويمشي؟ في حين إن في نفس الوقت كل سنة قاعد يجيبون من دول من برا من مصر ومن ما أدري وين قاعد يجيبون ناس نفس مؤهلاتهم ويمكن أقل مؤهلاتهم وتعينونهم في التطبيقي. الأولى الكويتي، وهذا الرجل أنتم أصلاً عطيتوا فترة اختبرتوا فيها بالتدريس وصار له 3 4 سنوات وتستطيعون تقيمونه. الآن إذا هذا الرجل كفاءة عينوه، تنطرون؟ لازم انه يجي واحد من برا، لازم التعيين حق واحد يجي من خارج الكويت. هذه امور طبعا يعني ما هي طيبه ومفروض ان تنظر لها، واحنا كلنا يعني ثقه في الاخ النفيسي لانه توا يعني مستلم ويعني ان شاء الله وتحتاج وقت، لكن احنا معاك في الامور هذه على اساس انه تحاول تصلحها. ايضا بالنسبه لمجلس الامه، نظام الترقيات اللي موجود الان يعني نظام فيه من الظلم الكثير، وكثير من الموظفين حاسين في هذا الظلم اللي واقع عليهم. واحنا لما نكلم المسؤولين يقول والله اللي له حق يروح للقضاء. يعني انت شلون تبي موظف يحس انه مظلوم وان حقه ضايع وان مو قادر ياخذ حقه وتبي يعطيك انتاجيه وتبي يعطيك عمل؟ لا يمكن. وبعدين القضاء هل بياخذ الشخص حقه منه او الموظف بياخذ حقه منه خلال شهر او شهرين؟ بيقعد 3 4 5 سنين في هالفتره هذه، اصلا هو ما راح يكون عنده اي دافع للانتاج ولا العطاء. لذلك مفروض انه يعني يعطى الناس حقوقهم حتى الناس ذيلا. شكرا دكتور ضيف الأبرمية. وزير التربية. تفضل الأخ فاضل أحمد المليفي وزير التربية. شكرا أخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ما أثار النائب الفاضل ضيف الله أبرمية على موضوع الطلبة وقبولهم في الجامعات، أنا أعتقد هذا أمر يقلقنا جميعا فعلا ويقلق كل ولي أمر، وخاصة أنه يعني كثير من أبنائنا قد يذهبون إلى خارج الكويت ويصادفون جامعات غير معترف فيها أو يصادفون مشاكل معينة. وأنا أعتقد من حقنا كمسؤولية وطنية وأدبية واجتماعية أن نوفر لأبنائنا سبل الدراسة داخل الكويت. لذلك يعني كان هناك قرار، وأنا يعني أؤكد بأنه وفقا لخطة التنمية هناك مطلوب 3 جامعات، كان عندنا قرار في مجلس الجامعة السابق الشهر الماضي بتكليف مدير الجامعة بأنه يعمل دراسة أو يقدم لنا تصور لإنشاء جامعة جديدة إن شاء الله تستفيد من مباني جامعة الكويت، ممكن تعمل على مستوى المسائي ولكن ليست تابعة لجامعة الكويت، إنما جامعة منفصلة بإداراتها وبكلياتها، ولكن ممكن تستفيد من مباني جامعة الكويت وتستفيد من الدكاترة في جامعة الكويت وخارج جامعة الكويت لتوفر منفذ آخر ومصدر آخر لقبول أبنائنا الطلبة. وقد تكون هذه الجامعة برسوم رمزية تغطي تكلفتها ولن تؤثر على الدولة أي شيء، ولكن تقبل الطلبة اللي ممكن عدم قبولهم في جامعة الكويت. لذلك احنا جادين في هذا الجانب وإن شاء الله يعني نستطيع أن نستعجل فيه، حتى يعني ممكن إذا الله وفق وعملنا فيه بجد وباجتهاد ممكن يخرج هذا المنتج الجديد بجامعة جديدة بأسرع حتى من جامعة الشدادية، لأنه
لا تحتاج إلى مباني وممكن تكون تخصصات المطلوبة والمرغوبة خاصة من أبنائنا اللي يدرسون بالخارج. كذلك بالنسبة للجامعات الخاصة، نعم هناك يعني الآن قاعدين ندرس اللوائح اللي موجودة، من ضمن اللوائح اللي يعني أنا شفتها الحقيقة بعدم صحيح قاعدين يعطون أصحاب الجامعة أرض، لكن يمنعون من التأجير التأجير، وبالتالي ينتظر 3 سنوات 4 سنوات على ما يبني الجامعة الجديدة الخاصة، وهذه السنوات أكيد راح تؤخر عملية استيعاب الطلبة. أنا أعتقد من ضمن الأفكار اللي طرحناها وراح نناقشها إن شاء الله مع المجلس الجديد في الجامعات الخاصة، بأنه ما يمنع أن توضع مواصفات محددة للمبنى وبالمواقف بالأمور هذه، يستطيع أن يؤجر إلى أن ينتهي من الجامعة الرئيسية اللي يبنيها. كل هذه الأفكار من أجل تحقيق يعني مزيد من الكراسي لأبناء الطلبة والطالبات اللي لهم رغبة وقدرة على أنهم يعني يحصلون على الشهادة الجامعية، ومن حقهم ذلك يعني. شكرا أخ الرئيس. شكرا لك أحمد. تفضل دكتور. يعني مع احترامي وتقديري الكلام اللي قال الوزير وزير التربية والتعليم العالي، ويعني أتفق في جزء منه معه، لكن ترى 3 جامعات ما راح تكون كافية. إحنا الآن عندنا طلبة برا الكويت يمكن أكثر من 20 أو 30 ألف طالب كويتي قاعد يرسون برا. الآن شوف كيف المخرجات الثانوية، كم الإعداد اللي موجودة، إذا 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 جامعة الكويت قبل 8000 كم عدد راح يكون موجود؟ مو أقل من 12 ألف إلى 15 ألف طالب كويتي، وين بيلقون لهم؟ وأنتم الآن أصلاً قفلتوا عليهم حتى الجامعات اللي برا، إن الآن كل كلية حتى برا الكويت مفروض إنها ما تقبل أكثر من 50 طالب كويتي. طيب وين بتروح البقية؟ 3 جامعات ايش بتسوي لك؟ كل جامعة بتاخذ لها بالكثير 1000 طالب، طيب البقية وين بتروح؟ افتحوا الجامعة، افتحوا جامعات خاصة، الجامعات حتى الحكومية افتحوا يعني بعد الظهر. وليش انه يكون يعني تكون قطاع خاص، انه يعني جامعة الكويت بعد الظهر تعتبر قطاع خاص، وان الطلبة اللي بيدرسون يدفعون الرسوم؟ ليش الدولة محتاجة؟ بالعكس احنا ميزانياتنا ما شاء الله قاعده يعني قاعد نغذي دول كثيره بميزانياتها، ما احنا قادرين جامعه الكويت بعد الظهر نشغلها من خلال المدرسين اللي عندنا والدكاتره، ونعطيهم اوفر تايم او نعطيهم حتى رواتب، وعيالنا يقعدون عندنا بالكويت ويتعلمون تعليم يعني راقي وتعليم متميز يعني باشراف التعليم العالي اللي الان طبعا كل كليه من برا الكويت خص يعني حتى الكليات اللي يروح على الطلبه وتوافق لهم التعليم العالي بعد ما يرجع يقول لا والله الجامعه هذه معترف فيها، ولحظه خلينا نسوي لك المعادله، ويقعد له سنه سنتين وهو يحوس. هذا ترى اللي قاعد يصير، 3 جامعات ما راح تسوي شيء، لازم يكون هناك يعني جهد اكبر واقوى، جهد يعني من الدوله، جهد مضاعف، ولا الامور ما راح تمشي بالطريقه هذه. ولا بالاخير 3 جامعات، والجامعه كل جامعه تبي لها 3 4 سنوات عشان تنبني، والامور راح تضيع من سيء الى أسوأ، وبرا الكويت سكرتم على الطلب الكويتي ما يطلع الا 50، وبالاخير طالع باكر. ولا احنا الكويتي مجتمع تلاقي غالبيه شبابنا ما هو حاصل على اكثر من الثانويه العامه. شكرا دكتور ضيف الله. لك مسلم البراك، تفضل. شكرا للأخ الرئيس، شكرا للأخوة رئيس وأعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي. الأخ الرئيس، أنا بودي بداية أتكلم عن هيئة البيئة. أولا مما يؤسف له أن هيئة البيئة ما قاعد تقوم بالدور المطلوب منها رقم خطورتها وأهميتها. لدينا حادث تسرب 500 برميل نفط من ميناء الأحمدي في شهر أغسطس 2010، هيئة البيئة انكرت هذا التسرب، بينما مراسلات مؤسسة البترول أكدت هذا الأمر وكشفتها جماعة الخط الأخضر. ولكن للأسف روح العناد عندما يركب المسؤولين نصل إلى نتيجة حتى لو كانت ضد مصلحة الناس وضد الهواء اللي يستنشق الناس وضد صحة الناس. مبنى شعيبة كان موجود، عطوله هيئة البيئة من سنة 2000 الأخ الرئيس، ودفعت عليه مبالغ، وكان هدف هذا المبنى هو إنقاذ أهالي أم الهيمان كموقع للطوارئ. ولكن للأسف الشديد في 2008 كلف الخبير جاسم الشواف للمتابعة، جاسم الشواف لقى أن هناك مبالغ قد وضعت ومبالغ غير موجودة وأن هناك اختلاسات، ذهب للنيابة العامة. ماذا فعلوا بجاسم الشواف؟ جاسم الشواف فصلوه من العمل، عشان في البلد هذه تكون شريف تفصل من عملك. رب أسرة ما راعوا الله في هذا الموضوع. مشكلة جاسم الشواف إن اتجه
حاسب ضميره وذهب إلى النيابة العامة عندما قدم المراسلات المتعددة للمسؤولين في هيئة البيئة للأسف الشديد وتم فصله. احنا نقول كم جاسم الشواف موجود في وزارات الدولة وكم جاسم الشواف موجود في هيئة البيئة؟ جاسم الشواف الآن أخذ حكم قضائي بإعادته للعمل، بس هل مطلوب الآن أن مسؤولين يتخذون مثل هذه القرارات الجائلة؟ وبعد ذلك وكل هيئات العالم الأخ الرئيس طلع تقارير دورية سنوية عن حالة البيئة إلا هيئة البيئة في الكويت، هذه الهيئة النايمة صدر حكم قضائي في 25/4/2011 بإلقاء المرسوم الخاص بتعيين مدير عام هيئة البيئة لعدم انطباق القانون عليه وشروط القانون. للأسف من 25/4/2011 إلى الآن لم ينفذ الحكم. اليوم في نظر لوقف الشق المستعجل، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك تنفيذاً لحكم قضائي صدر من حضرة صاحب السمو. كان مفترض أنه ما يجي العمل ويكلف نائبه. الأخ قبل 4 أيام مسوي عيد ميلاد، عيد ميلاد في مبنى الهيئة، بعد مدير الهيئة بعد أن فصل اللي قدمت له الدعوة القضائية، وبموجب هذه الدعوة تم إلقاء المرسوم. خولة العبيدان شنو سوى؟ فصل الأخت خولة العبيدان. يجوز هذا الكلام؟ يقبل؟ يقبلون الوزراء؟ ماني أشوف وزير الآن مسؤول عن هيئة البيئة. للأسف الوزراء المسؤولين عن هذه الميزانيات ما قاعد يشوفهم. وين وزير الدفاع؟ في حكم قضائي صادر بإلقاء مرسوم الدكتور صلاح المضحي مدير البيئة، وقاعدين يفصلون الناس اللي تقدمهم في الدعاوي ولا تنفذ للأسف الشديد. الأخ الرئيس، حنا راح نجي الحين إلى بيت الداء. المفترض إحنا من يراقب اللي موجودين؟ مع احترامي وتقديري الكامل للأخ الأمين العام الأخ علام الكندري، إحنا نراقب، إحنا اللي يجب أن تكون لدينا شفافية ونتمتع بهذه الشفافية حتى عشان نحرج الآخرين فيها عندما نراقبهم. عملت مناقصة كإجراء سليم وتقدمت مجموعة من الشركات، بعد ذلك كان عندكم وجهة نظر عن طريق مكتب المجلس لعدم توافر الاشتراطات وبعض هذه التفاصيل، طلب مكتب المجلس إلقاء المناقصة، بعلم أن رئيس لجنة المناقصات وأنا ما عارف شلون يقوم بهالدور هو الأخ عبد الله الرومي، شخص نظيف ونزيه ومحامي، شلون أنت؟ أنا أعرف الأمين العام هو عود من عرض حزمة في 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 مثل هذا الموضوع، لكن شو اللي خلاكم تبدون بالتعاقد المباشر؟ شلون تبدون بالتعاقد المباشر؟ تلقون المناقصة سيارات، هذه المناقصة في التعاقد المباشر لا تتم إلا في 3 حالات، في حالة الاستعجال وعدم توفر الصنف. لكن اللي صار الأخ الرئيس عمل تعاقد مباشر غير قانوني بحجة أنهم مكتب المجلس حولها لجنة المناقصات برئاسة الأخ عبد الله وتم الاستثناء. شنو الحاجة أن نواب مجلس الأمة يركبون المرسيدس؟ شنو الحاجة؟ شنو الحاجة الفعلية لهذا الأمر اللي خليني أخالف القانون؟ ليش؟ أنا أتكلم كعضو مجلس أمة وكرئيس لجنة حماية المال العام، أنا الآن عن طريق الأخوان في لجنة الميزانيات ومجلس الأمة قاعد أحقق في قضية مع جهة حكومية لأنها عملت تعاقد مباشر 22 عقد مع إحدى الشركات، تعاقد مباشر وقاعد أحقق وياهم. هل مطلوب مني الآن؟ وفي نفس الوقت قدمت استجواب لوزير الداخلية مع اختلاف الأمر، لأن وزير الداخلية السابق ضرب كل المعايير القانونية، لا ديوان محاسبة، لا فتوى تشريع، لا مناقصات، لا غيرها، وعمل تعاقد مباشر. الآن وأنا أحقق، هل تعتقدون مهما برر الأخوان في قضية التعاقد، مع احترامي وتقديري للطرف الآخر وهو التاجر الأخ محمد عبد الرحمن البشر وألسنة الناس أقلام الحق، رجل عرف عنا النزاهة والأمانة، ما عرف لكن عرف عنا، بينما هو ما هو طرف في هذا الموضوع، احنا شغلنا مع الأمانة العامة ومع مجلس الأمة ومكتب المجلس. لذلك الحالات الثلاثة الأخ الرئيس لا تنطبق إطلاقا،
ولا اللي ما تحتمل الانتظار عشان استثني نوع العمل وهل نوع العمل هذا الآن اللي مطلوب الاستثناء الثالث أنه أصبح شيء ملح؟ لذلك أنا أستغرب من مكتب المجلس أن يقوم بهذا الإجراء، وأستغرب أكثر عيدها مرة من رئيس لجنة المناقصات الأخ عبدالله الرومي أن يوافق على هذا الاستثناء الغير مبرر. وأنا حتى أكون منسجما مع نفسي وأنا قاعد أحقق، أحترم نفسي وأنا أحقق مع أحد الجهات بالتعاقد المباشر، وكرئيس لجنة الأموال العامة أمام هذا الاعتراض لا أملك الأخ الرئيس، لا أملك إلا أني أعترض على الميزانية، ولا أملك أن الميزة اللي أعطتني إياها مجلس الأمة أني أتنازل عن هذه الميزة السيارة اللي أعطوني إياها نتيجة للتعاقد المباشر. تفضل تفضل، عطها الأمين العام، وأنا شاكر لكم سياراتكم اللي أعتقد بأنها لا ينطبق عليها القانون، وبالتالي سيارة تتم بتعاقد مباشر أنا لا يمكن أني أتمتع بما هذه الميزة وأركب سيارة مرسيدس، أركب سيارة من حلالي إلى أن يتم الالتزام بالمناقصة كاملة أستطيع أتمتع بهذه الميزة. عطها الأمين العام. الأخ الرئيس، أنا أتكلم عن قضية الزراعة. الأخ جاسم البدر، أنا أسألك بالله، أنت قبل لا تكون مسؤول أنت مواطن، هل تقبل وأنت تشوف الزراعة التجميلية وتشوف شوارع الكويت؟ اختلف الوضع في الكويت، اختلف اختلاف كلي، ما قاعد نشوف زراعة. كانت أيام واضح جداً أن سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، وهذا الكلام اللي احنا سمعناه، يقوم بجولات والنقص يرفع التليفون مباشرة على المسؤول ويقول له ليش هذا النقص، ليش موجودة زراعة؟ رجل يبي أبناء شعبه يتمتعون. حنا قضية الزراعة قضية مهمة، اليوم حنا أرض قاحلة صارت الكويت، الحدائق طالع أوضاعها، أوضاعها سيئة. أخ جاسم قدرك ونحترمك، لكن هيئة الزراعة ما قاعد تؤدي دورها إطلاقاً. روح شوف الحدائق وشوف أوضاعها وين وصلت. وأنا سألتك أكثر مرة يا أخ جاسم وقلت في مناقصة موجودة، والمناقصة هذه راح تحل كل المشاكل، وقلت بأن الشركات تعطلت، الشركة اللي تعطل عاقبوها وحاسبوها، خلوها تكون، لا تحملون أنتم المسؤولية. يعني حرام إن أنكم تخلون الأمر عليكم وأنتم تعتقدون أن هذه الشركات هي المسؤولة. صاحب الشركة يعاقب، إلق شركته. إنما الطرق، امتداد الشوارع في مناطق الكويت المختلفة اللي ما قعدنا نشوف فيها لا زراعة لا ورود لا أمور، يعني أمور رسيناها من فترة طويلة. تروح للحدائق تلقى الأوضاع سيئة، تروح في قضية المراعي، عملية التشبيك هذا اللي قاعد يصير على غير معنى. أنتم ما قاعد تشجعون الثروة الحيوانية؟ اليوم ما في منطقة في الكويت إلا شبكوها. طيب وبعدين صارت محميات ونمت، وحنا ما نختلف على هذا الأمر، لكن ألا تعتقد أن في فترة من الفترات مفترض أن يسمحوا لأهل الثروة شكراً شكراً لأخ مسلم. الأخ المقرر تفضل. سعدون العتيبي، ها أنا سألتك، تفضل. هذا تكتيك المسامة عبدالله الرومي. شكراً أخ الرئيس، وشكر موصول الأخ فاضل العضو مسلم البراك. أخ مسلم أثار قضيتين، قضية الأولى خاصة في الأمانة العامة للمجلس الأمم، والقضية الثانية فيما يتعلق في الهيئة العامة للزراعة. فيما يتعلق في الهيئة في الأمانة العامة للمجلس الأمم أو ميزانية مجلس الأمم والمناقصة اللي طرحت فيما يتعلق بموضوع السيارات، هذا إجراء تنفيذي لدى الأمانة العامة، لكن كل ما أحب أن أؤكده هو ثقتنا التامة في إخواننا أعضاء لجنة المناقصات في مجلس الأمة، وهي برئاسة الأخ عبدالله الرومي نائب الرئيس، والأخ عدنان عبد الصمد رئيس لجنة الميزانية، والأخ حسين الحريتي رئيس اللجنة التشريعية، والأخ الدكتور يوسف زلزلة رئيس اللجنة المالية، وهم ما في شك محل، والأمين العام أيضا كعضو، وهم ما في شك مثل ما أكد الأخ مسلم هو محل ثقة وتقدير واعتزاز في الإجراءات اللي يقومون فيها. قضية الثانية اللي هي قضية الهيئة العامة للزراعة، وأنا أشاركك الرأي أخوي مسلم فيما يتعلق في موضوع الملاحظة اللي كل من يمكن يلاحظها، خصوصا في الفترة اللي طافت، بأنك في معظم المناطق في الكويت يعني النخل مات، الحدائق أصلا يعني للأسف أهلكت أو يعني دمرت،
وهذا كان محل نقاش مستفيض حقيقة مع قطاع الزراعة التجميلية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والإجراءات الخاصة في طرح المناقصات. وهم يعني أكدوا لنا خلال النقاش بأن الآن معظم المناقصات طرحت وممكن باشرة الشركات في تنفيذ هذه الأعمال، وأيضا من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن فعلا يعني يظهر نتاج هذه المناقصات الجديدة، وأيضا الإجراءات الخاصة يعني تفادي الإجراءات الخاصة في قضية طرح المناقصات والعمل وفق النظام الجديد في الهيئة. شكرا لأخ الرئيس. شكرا لأخ المقرر. تفضل الأخ مسلم. خمس دقائق بس حسب الاتفاق مع تفضل دقيقتين ونعطيك واحدة زيادة. جزاك الله خير. الأخ الرئيس اليوم قضية الزراعة قضية مهمة، يعني اليوم المناطق الكويت صارت قاحلة متصحلة موحشة. هذا الكلام قبل فترة طويلة لما يكون في تصوير جوي يختلف الأمر. لا تخلون الشركات، إذا كانت الشركات هي السبب تتحكم، إذا كانت الشركة الفلان وفلان فلان وفلان خليه توكل على الله، يا أنه يجيب عمل متميز ولا يروح. أنا أعتقد الناس ما عادت تقبل بعد اليوم أن قضية الزراعة في المناطق تكون بهذه الصورة وبهذا الشكل. أمر غير مقبول. الحداغ يا أخ جاسم تكون بهذا الشكل السيء، شكل ما هو نظيف الله يكرمكم، وصاخة. وين تروح الناس؟ في ناس تملك والله يقنيها وزيدها خير إن شاء الله، بس في ناس ما عندها استعداد. ناس عندها استعداد تروح للمنتجعات للكذا المنتزهات الخيران غيرها غيرها، ومع ذلك في ناس لا عندها الحدائق وعندها البحر وعندها كذا وعندها أيضا حتى التمتع بشوارع الكويت إذا كانت الزراعة موجودة فيها. ليش اختلف الأمر؟ يهمنا أن نسمع الكلام هذا منك، يهمنا إذا كانت هناك ضغوطات عليك من أي شركات أو من أي وزراء يضغطون على هذا الأمر. لكن ما يجوز أنكم تتحملون هالمسؤولية هذه، ما يجوز إلا إذا كنتم أنتم طرف فيها. لا أفهم هذا الأمر إلا بهالطريقة، أمر يسبب إزعاج. الأخ الرئيس كذلك بالنسبة للمحميات، إلى متى عاد المحميات؟ إلى متى طرف واحد هو اللي قاعد؟ ما يجوز بعد أيضا. أنا مو داش بمخي أني ألقالي طرف واحد هو المسؤول باعتبار أنها مسؤولة العمل التطوعي. أمر مرفوض هذا. أنتم مسؤولين، يتصل عليك رئيسة العمل التطوعي وتسكر المواقع في البحر وفي البر، ليش؟ لمصلحة منه؟ شنو صفتها؟ شلون تمشون أنتم مسؤولين؟ بعضكم على درجة وزير قاعد يمشي وراها؟ يجوز؟ وأنا أشوف كبار القادة العسكريين في العرض ما لقيته إلا لرئيسة اللجنة التطوعية، وكبار القادة في العرض العسكري يمشون وراها. ليش السعي لتسكير المحميات؟ شلون تأخذوا الأوامر من خلالها؟ وين وزراءكم؟ الوزير اللي ما عنده استعداد يقوم بمسؤوليته يتوكل على الله، قدم استقالته يجي واحد غيره أفضل منه. ايش هالطريقة هذه؟ كلمة هذه قلت قالوا أوامر من الشيخة الفلانية. لا، نعيد ونكرر، ما هي عزب، هذه مؤسسات دولة، حنا نعمل وفق دستور. لكن حنا الحقيقة أن يحز في أنفسنا أن مسؤولين وصل الحال فيكم إلى هالدرجة، إلى هالدرجة بتلفونات يطلعون. شكرا لأخ مسلم. إلى هالدرجة خلص الوقت، أعطيتك دقيقة زيادة، أنت ما تدري. ما عندي، أول شيء ما عندي نصاب بحمود، وبعدين التزمنا بما التزم فيه الرئيس. بحمود ما أقدر أتجاوز يا أخوي. دقيقة يا أخوي، دقيقة، تفضل دقيقة. فلذلك لا تعودون الناس على هالطريقة، لا تعودونهم، لا تخلقون هذا الشعور. أنتم كويتيين من الله خلقكم، أنتم أعزاء. ترى عرفت الكويت بالدستور والقانون والعزة والكرامة أبناء الكويت. لا نوصل إلى هذه الدرجة من النفاق السياسي لأشخاص ما لهم مسؤوليات أصلا. قالوا رئيسة اللجنة التطوعية، خير إن شاء الله. فلذلك الأخ جاسم أرجو أن أنت والمسؤولين، وعندك بعض المسؤولين الجيدين اللي لا نشك فيهم، نبيلة وبعض الأطراف فيصل، لا خلكم خلية تشتغلون شغل صحيح. خلوا الناس لما تتركون العمل يعرفون أنكم أديتوا ما هو مطلوب منكم،
وإنكم أرضيتوا ضمائركم أمام الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا أعتقد